منتخب عظيم، لعيبة رجالة، والفرحة حلوة، ومحدش أبدا فرحان قدي الليلة. جول 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 جميل، وهدف مصري رائع رائع رائع. نصيحتي للناس، خليكم ورا المنتخب، شجعوا المنتخب، خلوا فيه جمهور تاني للمنتخب زي زمان. بص شوف المنتخب المصري، ادي امامنا رجاله مصر، ادي همه الرجاله اللي بتاعتي دايما. شوف حضراتكم، شوف الاسم، شوف الاسم يرهب اي الحارس. ولا اي كلام، ولا اي كلام في اغاني الف حبيبتي وكفى. ده انا مصر حبيبتي، ده انا مصر حبيبتي في كفه، وكل الدنيا في كفه. عملوها النهارده. فرحانين بمنتخبنا النهارده، نقول عندنا جيل عظيم ومدرب فاهم، كل اللعيبه بتلعب بالقلب والروح، وده اللي طلبناه وعملوه الرجاله بالملي، كانوا النجيله حرفيا. اصل الحكايه سهله، طريقه لعب وتشكيل ومهارات ورجوله وروح، دي الوصفه السحريه بتاعتنا على مر التاريخ. كيروش مدرب محترم، وصلاح قائد، وفريق بالكامل حاجه تفرح. ربنا يديم الفرحه علينا، وبنفس الروح نشيل الكاس ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10، واليوم كل لعيبه منتخب مصر كانوا رقم 10، كانوا رقم 10 عشان كلهم كانوا اساطير، كانوا رقم 10 عشان كلهم كانوا مفتاح اللعب النهارده، كانوا رقم 10 عشان كلهم كانوا رجاله وعملوا اداء رائع جدا، كل لعيبه منتخب مصر بالكامل كانوا رائعين. ما تقدرش تقول النهارده ان في لعيب كان وحش زي ما حصل في مباراه كوت ديفوار، نفس الامر ما تقدرش تقول ان كان في لاعب وحش. لما تحتاج اللاعب المصري، لما تحتاج الراجل المصري هتلاقيه في الميعاد. النهارده لعيبه مصر كلها رجاله، روح مش طبيعيه، ظروف في منتهى الصعوبه. انت منتخب خط دفاعه بالكامل وحارس مرماه، لا حارسين للمرمى المنتخب مصر بيتصابوا، اربع مدافعين، اكرم توفيق اصابه، الشناوي عفوا اكرم توفيق، الونش، وحجازي، وحتى فتوح اتصاب شويه في البطوله. اربع مدافعين اساسيين لمنتخب مصر بيتصابوا، محمد الشناوي يتصاب، ومحمد ابو جبل يتصاب، حمدي فتحي يتصاب، واصلا انت بادئ البطوله من غير عمرو السوليه لما ما لعبش في مباراه المنتخب النيجيري. ظروف صعبه، ورغم كده كل اللي بيبقوا موجودين في ارض الملعب رجاله، مفيش واحد بيقصر، مفيش واحد بيبخل بنقطة عرق،
روح عظيمه جدا. والاهم والاهم ان انت بتتكلم دلوقتي وانت راسك في السماء ان انت عندك جيل عظيم لمنتخب مصر. ايوه عندك جيل عظيم لمنتخب مصر، هذا الجيل اللي فيه ناس كتيره شككت فيه، شككت في اسم شككت في محمد صلاح، شككت في محمد صلاح. تصور يا مؤمن، يعني النهارده اصلا وانا جاي اتكلم قلت ايه، انا هقول كلمتين بقى حلوين عن محمد صلاح. يعني هل انا من المفترض ان انا ادافع عن محمد صلاح؟ مع كامل الاحترام للجميع، يعني هل اصلا في حد يقدر يقيم محمد صلاح بعد اللي عمله ده كله؟ عمله ده كله مع مين؟ مع منتخب مصر. عشان لما هتيجي تقول لي اصله ما بيلعبش معانا زي ما بيلعب بره والكلام اللطيف ده، لا، تعالى بقى بالارقام. مع منتخب مصر محمد صلاح هو هداف منتخب مصر من 2017، من اول كاس افريقيا شارك فيها، من اول كاس افريقيا محمد صلاح مشارك بالتسجيل او بالصناعه في ما يقرب من 65% من اهداف منتخب مصر ده في كاس افريقيا. في تصفيات كاس العالم اللي فاتت، تصفيات كاس العالم اللي فاتت اللي وصلتنا لكاس العالم، كان منتخب مصر جاب 7 اهداف، 5 منهم لمحمد صلاح وشارك في 2، يعني عمل اسيست في 2، يعني بنسبه 100%. ويجي حد يقول لك اصل محمد صلاح ما بيديش، لا تعالى بقى نكمل محمد صلاح. محمد صلاح قبل ما اخش على لعيبه المنتخب واحد 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 واحد، انا دلوقتي مش بتكلم عن محمد صلاح عشان اخد محمد صلاح ويبقى هو نجم المنتخب لوحده، لا، انا همسك لك واحد واحد واقول لك عمل عظمه قد ايه. محمد صلاح النهارده بامانه شديده، ومش عايز احلف عشان مش من المفروض احلف على الهوا يعني، بس محمد صلاح النهارده ما شفتوش في حياتي ولا عمري حتى مع الفرق الاوروبيه الكبيره اللي لعب ليها على مدار تاريخه بيلعب بهذا الروح والحماس هجوميا ودفاعيا. محمد صلاح النهارده كان بيضرب سبرنتات دفاعيا وهجوميا. وبالمناسبه من كام سنه فاتوا لما كنا بنيجي نلاعب السنغال بالحاج ديوف، لما نيجي نلاعب الكاميرون بصامويل ايتو، لما بنيجي نلاعب كوت ديفوار بديدي دروجبا، لما كنت بتيجي تلاعب توجو باديبايور، لما كنت تيجي تلاعب منتخب ليبيريا من زمان بجورج وايا، كنت بتترعب من الاسماء دي. ايوه كنا بنترعب، كان المدافعين بتوعنا واللعيبه بتاعتنا العظماء بالمناسبه يعني مش بقلل منهم، لما يشوفوا لعيب سوبر زي ده، لعيب عالمي زي ده، بيتخضوا وبيخافوا. النهارده بقى عندنا لاعب في منتخب مصر اي مدافع لاي منافس بيخاف منه وبيترعب وبيترعش. النهارده محمد صلاح زي ما حصل في مباراه كوت ديفوار، 3-4 ملمومين حواليه، 3-4 ملمومين حواليه، ورغم كده ورغم الضغط والقوه في التعامل مع محمد صلاح. طبعا انت بتلعب مع واحد من افضل لاعب في العالم، مش واحد من افضل لاعبيه العالم، هو افضل لاعب في العالم، يعني عشان بس ما نضلش كل شويه الصيغه، يعني هو افضل لاعب في العالم، تلعب قدام افضل لاعب في العالم، فطبعا هتحاول تهده طول الوقت، تحاول تاخد منه الكوره بقوه طول الوقت. رغم كده محمد صلاح بيسجل هدف وبيعمل اسيست، هدفه وهدف اللي صنعه لمحمود تريزيجيه بطريقه رائعه جدا، سوبر رائع قائد. بمناسبه القائد دي، هتلاقي محمد صلاح النهارده في اي لقطه في المباراه، اعتراضات على الحكم هتلاقيه موجود بيهدي اللعيبه، ازمه للاعب نفسيا هتلاقيه قريب منه، متضايق لعيب عنده محبط بسبب كره وحشه عملها، هتلاقي محمد صلاح قريب منه، قائد حقيقي عشان حتى دي تم التشكيك فيها. ده محمد صلاح. تعالى بقى على محمد النني. محمد النني في رايي من اكتر اللعيبه اللي في تاريخ مصر اللي تعرضوا للهجوم والانتقاد والتقليل واحيانا السخريه. محمد النني بيلعب مباراتين كل مباراه منهم 120 دقيقه 240 دقيقه، انا في حياتي ما شفتش لاعب وسط ملعب في التاريخ بيجري معدلات الجري دي في المباراه، دفاعيا وهجوميا، وتدخلاته الدفاعيه كانت رائعه، تمريراته كانت ممتازه، سرعته في الارتداد كان مش طبيعي. محمد النني عامل مباراتين في منتهى الروعه، مباراه كوت ديفوار ومباراه المنتخب المغربي. انا بقول لكم اسماء تعرضت بصراحه لبعض الظلم في الفترات الماضيه، فحقهم علينا ان احنا نديهم حقهم. وبالمناسبه مش بقول انا شاطر وكويس وحلو، بس الحمد لله هنا في البرنامج كان الدعم لمنتخب مصر من اللحظه الاولى حتى هذه اللحظه مستمر وهيستمر، عشان اي حاجه جنبها مصر فواجب علينا جميعا ان احنا ندعمها بقلبنا وبروحنا، مش مجامله، مش زي ما الناس بتكتب على السوشيال ميديا صوت تطبيل والكلام اللطيف ده، لا، دي مصر. يعني انا بجامل مين؟ انا بجامل النادي؟ بجامل الفرقه؟ يعني بدعم فرقه في مصر؟ انا بدعم منتخب مصر اللي بيمثلنا كلنا، فطبيعي كلنا ندعم منتخب مصر. دي حاجات ديفولت، يعني حاجات مش المفروض حد يقول لك ايه لو سمحت كريم، لو سمحت ادعم منتخب مصر،
الناس تخش تقول لك اصله كريم انت ما لعبتش منتخب مصر ليه النهارده، يا فلان ما السوشيال ميديا يقول لك اصل انت ما اتكلمتش على محمد صلاح كويس. اصلا مش المفروض حد يقول لنا، يعني مش المفروض حد لازم من الجماهير المصريه يخش يقول انت عملت كده وما عملتش كده. الجماهير المصريه هي جماهير كوره، احنا بقى واجبنا ايه؟ واجبنا ان احنا ندعم مصر طول الوقت، وجماهير الكوره يعني انفعالاتها دايما مع اللمسه. كوره حلوه هيقولوا الله عظمه، كوره وحشه هيقولوا ايه ده وحش جدا، ده طبيعي، ده جماهير الكوره في كل حته في الدنيا. لكن دورنا طول الوقت ان احنا ندعم منتخب مصر، ده محمد النني وده محمد صلاح. تعال بقى على الرهان الكبير، الرهان الكبير لكارلوس كيروش كان مين؟ محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم بيلعب باداء مدافع كبير جدا، مدافع عالمي، مش مدافع بيلعب في الكره المصريه، مدافع متمرس في الدوريات الاوروبيه الكبرى، مدافع عنده خبرات مع منتخب مصر مثلا حوالي 100 مباراه. ده الاداء اللي بيلعب بيه محمد عبد المنعم اللي بقاله 3 4 مباريات بيلعب مع منتخب مصر، اللاعب الصغير اللي عنده 22 سنه، تقيل، مدافع تقيل. وبالمناسبه بقى محمد عبد المنعم النهارده، بصوا بقى هقول لكم تفصيله مهمه جدا فنيه. لما يجي مدافع في الاثنين مساكين يلعب جنب مدافع تاني فبياخدوا على لعب بعض فبيشتغلوا مع بعض بشكل كويس. لو اتغير المدافع التاني اللي جنبك دوت المباراه اللي بعدها ممكن يحصل لخبطه في الدفاع. النهارده محمد عبد المنعم اتغير عليه ثلاث مدافعين وكان اداؤه ثابت واداؤه رائع طول المباراه. حجازي، ايمن اشرف، محمود علاء، ثلاثه بيلعبوا. ومش بس كده، ده مركزه في خط الدفاع بيتغير مره يمين ومره شمال، مره يمين ومره شمال. مدافع تقيل، ده رهان مين؟ رهان كارلوس كيروش، عشان لو كان الرهان ده خسره كارلوس كيروش ما كانش حد هيسيب كارلوس كيروش. ازاي بقى جاي مدافع صغير وبتلعبه في بطوله كبيره زي دي قدام منتخبات زي كوت ديفوار والمغرب، ازاي تعمل كده؟ وده كوره يا جماعه ما فيهاش الكلام ده، طبعا كان هيتاكل. الرائع جدا في مباراه اليوم والمباراه اللي قبلها وكاس العرب بالكامل كان افضل لاعب منتخب مصر هو احمد فتوح. احمد فتوح النهارده بيلعب على اشرف حكيمي، هو اشرف حكيمي. النهارده احمد فتوح بيلعب على لاعب باريس سان جيرمان، هو اللي لاعب باريس سان جيرمان. المباراه اللي فاتت بيلعب على نيكولاس بيبي لاعب ارسنال، هو لاعب ارسنال، هو احسن منه. النهارده احمد فتوح بينطق الكره على رجله قدام اشرف حكيمي وبيعديها منه. النهارده احمد فتوح بيدي كباري في جبهه صعبه جدا للمنتخب المغربي، المنتخب المغربي الكبير الرائع، عنده مجموعه رائعه من اللاعبين وعملوا مباراه كبيره. بالمناسبه يعني عشان ما نقللش من المنافس اللي قدامنا، هم عملوا مباراه كبيره بس احنا كنا في احسن احوالنا. عشان كده حتى المنتخب المغربي تصريحات اللاعبين والجهاز الفني بعد المباراه هي تصريحات فيها احترام لمنتخب مصر. واحنا كمان الصور العظيمه بتاعت محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وهم بيواسوا لاعبي المنتخب المغربي بعد الهزيمه شيء رائع وشيء محترم. هي دي الكوره او هي دي الرياضه، انه ممكن في المباراه نحتد على بعض بحكم ان احنا كلنا متوترين، ده بيحصل حتى لو بنلعب في الشارع هنتخانق مع اصحابنا، ده بيحصل. بس المهم بعد المباراة الروح تبقى عاملة ازاي، وده حصل النهاردة. المهم انه كمان انا هكمل، لو تسمحوا بس يا جماعة اكمل الكلام عن منتخب مصر ولاعبي منتخب مصر. دي الصورة اللي كنت بقول لكم عليها، صورة محمد صلاح واشرف حكيمي بعد المباراة، اتنين لاعبين عالميين، الاداء كان رائع ومميز جدا. طيب دي نقطة. لاعب اخر كان النهاردة مدهش محمد ابو جبل. محمد ابو جبل بجانب الكوره التاريخيه العالميه الاعجازيه اللي شالها ومسافه قريبه جدا، ضربه راس قويه جدا بيشيلها بايدين الاثنين مش بايد واحده، انا بقول لكم بس تفاصيل حتى فنيه في حراسه المرمى، لو شالها بايد واحده كانت ممكن تاخد ايده وتخش، انه بياخدها بايدين الاثنين عشان كده وقعه تقيله قوي، عشان هو ساب جسمه كله عشان ياخد الكوره، ما خافش على نفسه، اتصاب بعدها، وبعد ما اتصاب بيبكي عشان ما يخرجش من الملعب. النهارده محمد النني بيضرب على راسه من كتر ما هو متحمس. النهارده محمد عبد المنعم عشان عمل فاول على حدود المنطقه بيضرب على راسه عشان خايف على منتخب مصر. النهارده الروح كانت عظيمه من كل اللاعبين. النهارده تريزيجيه كان رائع. النهارده مرموش كان رائع، النهارده عمرو السوليه كان رائع، النهارده ايمن اشرف حتى خطا ضربه الجزاء كان مميز. بتتكلم في لاعبي منتخب مصر بالكامل كانوا رائعين، زيزو كالعاده مميز لما بينزل،
كل اللاعبين كانوا رجالة، واللي أهم واللي أهم واللي أهم إن أنت النهاردة تأكدت إن عندك واحد قاعد على الدكة بره اسمه كارلوس كيروش، مدرب كبير ومدرب محترم ومدرب عالمي ومدرب بسي بي كبير. ما ينفعش أبدا تحاسب مدرب على مباراة، ده مش شغل ناس متطورة فنيا ولا متطورة حتى في الفرجة على الكورة. ما ينفعش عشان خسر المباراة، وهي كانت مباراة سيئة بالمناسبة منه، كانت مباراة المنتخب النيجيري أو المباراة في البطولة، يمشي وفين الشرط الجزائي بتاعه وإزاي يحصل كده والكلام الكتير اللي اتقال عشان مباراة. الراجل أو أي مدرب في الكون يتحاسب على مجمل أعماله، يتساب فرصة كويسة عشان يتحاسب بعد كده. النهاردة أثبت كارلوس كيروش إن 4-3-3 ما هي حلوة أهي ولطيفة. ايه يعني؟ يعني ايه الكلام اللي يتقال لك اصل احنا 4-3-3 ما تلقش علينا؟ ما فيش حاجة اسمها كده اصلا في الكون كله. نلعب بثلاثة ونلعب باربعة ونلعب بخمسة، واللعيبة انت دلوقتي بتتكلم في لعيبة متطورة بدنيا وفنيا. ما ينفعش تقول اصل 4-2-3-1 هي الخطة اللي موجودة في معظم الفرق المصرية، هنلعب 4-2-3-1، ما ينفعش نلعب 4-3-3، وهي اصل 4-3-3 من 4-2-3-1، ما هي مشتقات وواجبات في الملعب. الراجل النهاردة رفع ايده وقال اثبتت لكم ان انا مدرب كبير، ان انا مدرب محترم. بالمناسبه احنا ماشيين بشكل كويس قوي في البطوله، بس كل الامور وارده، بس احنا ماشيين بشكل كويس. اداء فني رائع، اداء فني رائع، اداء بدني مش طبيعي. انت بتلعب 240 دقيقه ورا بعض، اداء بدني مش طبيعي، روح مش طبيعيه، رجاله كل اللعيبه اللي في الملعب، والاهم من ده كله ان رجع تاني الناس تتجمع حوالين المنتخب. محدش بقى النهارده سأل مين اتاخد ومين ما اتاخدش، محدش سأل مين اللي لعب ومين اللي ما لعبش. النهارده الاهلاوي بيقول نزل زيزو، النهارده الزمالكاوي بيقول نزل تريزيجيه، محدش فارق معاه غير تيشيرت منتخب مصر، مش بمزاجي ولا غصب عنك. هو الموضوع بسيط، ان الناس في الاخر او في الاول وفي الاخر بتحن لاسم مصر، بتفرح باسم مصر، بتحب فرحه مصر، عشان هم كمان بيفرحوا ببلدهم ويفرحوا اللي يشرف بلدهم. نصيحة ليا، خليك ورا منتخب مصر، ما تشجعش لعيب بعينه، تشجعش فريق بعينه، احنا منتخب مصر. عشان المنتخب يكسب خليك ورا المنتخب، شجعوا المنتخب، خلوا في جمهور تاني للمنتخب زي زمان. ما فيش حد اهم من المنتخب، لا انا ولا غيري ولا اي نادي اصلا مهم اهم من المنتخب. عايز المنتخب يكسب، الناس كلها تبقى مع بعض. طيب، معانا على الهاتف الكابتن الكبير كابتن مروان زمامه، نجم المنتخب المغربي الاسبق. كابتن مروان صباح الخير، مشرف ومنور. الله يخليك، مساء الخير كريم. انا بالنسبه لي كان نفسي اشوف منتخب مصر والمغرب في نهائي البطوله، لعبوا اليوم افضل مباريات كاس الامم الافريقيه هذا العام على الاطلاق. ما كانش نفسنا المنتخب المغربي يخرج من هذا الدور، كان نفسنا نلعب معاه في النهائي وساعتها اللي يفوز يكون افضل في هذه المواجهه. هارد لك للمنتخب المغربي كابتن مروان. وبالفعل يعني كان نهائي قبل اوان، كنا كنتمنوا اننا نتلاقاو في النهايه، لكن الخير في ما اختاره الله. فكنهنئ المنتخب المصري على التاهل للنصف النهائي، عامل تجربه لعب دور كبير في هذه المباراه. المنتخب المصري ما عرف كيفاش يتعامل مع المباراه، رغم تسجيل الهدف مبكر اللي كان
يعطي واحد الأريحية كبيرة للمنتخب المغربي، إلا أن المنتخب المغربي تراجع كثير للوراء وترك مساحات كبيرة للمنتخب المصري أنه يستحوذ على الكرة. فأكيد أن التجربة الكبيرة للمنتخب المصري في التظاهرة هذه كانت لها الكلمة الكبيرة في الدورة هذه. انتقادات كبيرة بعد المباراة قالت لي خليلوزيتش على عدم ضم واحد من اللاعبين الكبار حكيم زياش، وحتى الصحافة المغربية اتكلمت انه كيروش ضم محمد صلاح واستفاد منه وخليلوزيتش ما ضمش حكيم زياش، رأيك ايه؟ لا بالفعل هذه يعني لو ان المدرب تمكن من التأهل ما كانش غادي يتقال هذا الكلام، كان غادي يتقال العكس. لكن يعني ممكن الان يكثر القيل والقال على التدخلات ديال المدرب في هذه المباراه. فاكيد ان المجموعه ادت بشكل جيد كما شرط، بان عامل التجربه هو اللي لعب دور كبير في هذه المباراه، لان كان بامكان المنتخب المغربي انه يتاهل لولا الاستمرار ديالو في اللعب وبناء الهجمات واستحواذ على الكره. لكن يعني تراجع للوراء وترك المساحات للمنتخب المصري والرجوع القوي في المباراه والاداء الجيد ديال محمد صلاح اللي كان له دور كبير في التاهل المنتخب المصري. رايك ايه في روح اللاعبين بعد المباراه، روح اللاعبين لاعبي المنتخب المصري ولاعبي المنتخب المغربي؟ وبالفعل يعني كان اصرار كبير من جانب المنتخب المصري باش يرجع في النتيجه ويتاهل. المنتخب المغربي يعني بعد تسجيل الهدف قله التجربه ديال بعض اللاعبين انه تراجع كثير للوراء، يعني تقريبا من الشوط الاول يعني باستثناء الهدف يعني ما كان، وفرصه يمكن ثانيه تقريبا في الشوط الاول كامل. فاكيد ان الرجوع للوراء خلى المنتخب المصري انه يلعب بواحد الاريحيه كبيره. لو ان المنتخب المغربي استمر في اللعب كما قام في المباراه السابقه فاكيد كنا غادي نحققوا التاهل. لكن يعني هنيئا للمنتخب المصري، وكنتمنى ان شاء الله يتوفق في كاس افريقيا ويفوز باللقب. شكرك كابتن مروان، شكرا جزيلا كابتن مروان زمامة نجم المنتخب المغرب الاسبق على هذه المداخله المحترمه جدا. نقطه مهمه كمان فيما يخص كارلوس كيروش، النهارده منتخب مصر يتأخر بهدف مبكر جدا. خدوا بالكم دايما مواجهاتنا مع منتخبات شمال افريقيا بيبقى فيها نديه كبيره جدا، ودايما المنتخبين المصري او اي منتخب من شمال افريقيا المواجهه فيها توتر فني في الملعب. النهارده هدف مبكر ورغم كده تقدر تسجل هدف وهدف تاني، وكان ممكن يبقى فيه اهداف اكتر من كده. منتخب مصر عمل اداء رائع جدا، وده شغل المدير الفني. اوعى تفتكر ان هو بيبقى شغل اللعيبه لوحدهم، مستحيل، ما ينفعش. يعني زي ما بتحمل المدير الفني المسؤوليه ساعه الخساره لازم تشيد بيه ساعه الفوز. ده الراي الفير، ده لو انت رايك عادل حقيقي مش يعني مبني على حاجات تانية. لو انت رايك عادل ممكن تقول النهارده انه كيروش كان وحش. طبعا في مدرب بيبقاش موفق في مباراه زي ما في لاعب بيبقى مش موفق في مباراه، والعكس صحيح، ممكن يبقى موفق ويجيد فنشيد بيه، وده اللي بيحصل مع كيروش من بعد مواجهه المنتخب النيجيري. منتخب مصر اداؤه تدرج جدا وبيعلى لاعلى مستوى باذن الله، يفضل يعلى لحد نهايه البطوله لحد ما نشيل الكاس. الراجل العظيم اللي بيعمل مجهود عظيم حاليا في الكاميرون، مش حاليا يعني من السابق يعني من وقت طويل، من اول البطوله ومن قبل البطوله كمان، اسم بقى خلاص الجماهير المصريه تعرفه جيدا من كتر المجهود اللي بيعمله اللي ما يقلش ابدا عن مجهود لاعبي منتخب مصر وجهازهم الفني، سياده السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون. يا فندم صباح الخير ومليون مبروك. كريم ميرسي على كلامك الجميل ده، ارجو ان انا كنت استاهله الحقيقه. يعني الانجاز اللي عملوه لاعبتنا النهارده حاجه تشرح النفس تفتح القلب. يعني كفايه اقول لحضرتك ان احنا، انا كنت قاعد النهارده في المنصوره، معلش صوتي رايح شويه، انت طبعا عارف احساس الملعب بيبقى شكله ايه. طبعا. لكن كفايه اقول لحضرتك ان النهارده انا كنت قاعد بين سفير المغرب من جانب وروجيني من جانب اخر، وبعدين قاعد المنصب الرئيسي للاتحاد الافريقي. فيعني الحقيقه لما تشوف كل الناس بتشيد باداء المنتخب بتاعك
وقت كده بيتكلموا على ان اللعب كان جميل، ربما يعني النتيجه كارقام ما كانتش هي اكثر حاجه تفيدنا، كان هيفيدنا اربعه خمسه، واحنا كنا ثلاثه مؤكدين يعني لولا ان احنا اكتسبنا. باللاعب يا فندم برضو المنتخب المغربي هو منتخب كبير وقوي جدا، فالنتيجه معقوله الحمد لله. يعني كان الجون الثالث ده جاي نتيجه اندفاع الجميع ناحيه الهجوم لمحاوله التعويض، اذا تمكنوا من هذا كان هيجي جون ثالث، لكن احنا فضلنا نكتفي بالجون واحد بشكل ظريف كده الحمد لله. اللي عايز اقول لحضرتك عليه إن, ان 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 الاداء هو اكثر حاجه الناس كانت سعيده بيها، كل الجماهير اللي كانت موجوده النهارده سواء اللي جايه من اقصى الكامل اليمين وشمال عشان تتفرج على المباراه، او الجمهور الكريم اللي جالنا من مصر، الحقيقه كله كان فرحان بهذا المنتخب اللي قد كده متجانس من بعض، كلنا قاريين بعض وشايفين بعض كويس، الحقيقه كان منظر جميل جدا. انا كنت حاسس وانا قاعد وسط الناس وهي بتشيد باداء هذا المنتخب، فما فيش شك زي ما كنا في الاول ربما ما كناش يعني في احسن حالات الرضا عن استاذ سفير لسه معايا على الهاتف. طيب لو امكن يا جماعه نعاود الاتصال بيه مره اخرى عشان في سؤال مهم كمان استاذ سفير احب ان انا اساله له. نرجع تاني للشكل النهارده، النهارده كمان في نقطه مهمه جدا، بعد الهدف التعادل تحديدا قبل الهدف الثاني بدا المنتخب المغربي يخرج من مناطقه الدفاعيه، فالناس قالت ايه ده احنا ادائنا قل. لا هو ما قلش، انت بتلعب مع منتخب قوي جدا، بالمناسبه انت كسبت كوت ديفوار وكسبت المنتخب المغربي، المنتخب النيجيري خرج، فاضل لك المنتخب الكاميروني، احنا بنتكلم في اقوى اربع منتخبات حتى الان على مستوى الاداء في هذه البطوله. طبعا حط السنغال على جنب، السنغال اللي كسبت غينيا الاستوائيه النهارده ووصلت للنصف النهائي عشان تواجه منتخب البوركيني، بس انا بكلمك حرفيا اقوى اربع منتخبات، انت لعبت ثلاثه منهم، كسبت اثنين وخسرت واحده، فاضل لنا الكاميرون، انت بتلعب مع اقوى منتخبات، انت كمان طريقك مش مفروش بالورود، انت مخلص دور المجموعات في وشك كوت ديفوار، في وشك المغرب، بعد كده الكاميرون، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونعدي الكاميرون، غالبا هنلاعب السنغال في النهائي ان شاء الله يعني بدون مقاطعه، بس انت بتلعب مع منتخبات كلها كبيره، كل ده في ظروف صعبه، امور بدنيه عماله تزيد عليك صعوبتها، انت بتلعب كل مباراه وقت اضافي واصابات بالجمله. مره اخرى السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، نكمل معاه هذا الحديث الممتع بعد فرحه منتخبنا الوطني اليوم، اتفضل يا فندم. فزي ما بقول لحضرتك الحقيقه كنا كلنا نشعر بمنتهى الفخر وفي المعنى بالاحساس كان اخر بكثير قوي. وبرضه لازم ان انا اوجه الشكر للجانب الكاميروني على مساعداته النهارده. الحقيقه كان في مشكله خاصه بالتذاكر نتيجه تاخر طبعتها، ودي موضوع بقى خاص باللجنه المنظمه. فالحقيقه اتصلت مع المسؤولين من وزاره الخارجيه فتحوا لنا الابواب. يعني حضرتك مثلا الجمهور بتاعي داخل وهم شارين التذاكر ومعانا التذاكر في ايدينا، محدش يعرف التذاكر، فتحوا بوابات كبيره دخلت الناس كلها بدون يعني عارف حضرتك بيبقى في تشيك بيتعمل عند كل نقطه. لا فتحوا لنا اللي جوه ودخلونا مباشره عشان نلحق المباراه من جانب وعلشان تقديرا منهم لهذا الجمهور اللي جاي من مصر. الحقيقه الكاميرون طبعا الكاميرون عشان نكون واضحين يعني هي بتساعد في كل حاجه وحتى انها تزيل كافه العقبات من حيث الماتش الجاي، ساعتها مش هتعرفنا ولا هيبقى لهم اي علاقه بينا خالص. يعني انا طبعا بقول الكلام ده وهو بتنضر، لكن طبعا لما هتلاعب الكاميرون مش هتلاقي نفس التسهيلات اللي بتتقدم لي وانا بلاعب فرق اخرى سواء كان المغرب او كوت ديفوار قبل كده. لكن في نهايه الامر احنا كنا في ملحمه جميله، 11 راجل في الملعب نزلوا البدلاء ارجل، الجمهور كان ارجل وارجل، والحقيقه الواحد كان في منتهى الفخر والسعاده ان هو ينتمي لهذا الشعب. طيب يا فندم عايز اسالك، ان شاء الله احنا عندنا اصابات كتير بالجمله للاسف يعني، وربنا يا رب يقدر اللعيبه الموجوده الرجاله ويعوضوا غياب المصابين، نفسنا كمان ان شاء الله الامور تطمن في المسحه بتاعت كورونا قبل مواجهه الكاميرون وتبقى الامور كلها بخير ومفيش اي لاعب يغيب ان شاء الله. ان شاء الله، بس هي العمليه الثانيه مش الكورونا يعني، طبعا النهارده اصابه ابو جبل برضه كانت من الحاجات اللي هتاثر علينا في المستقبل، وربنا يستر يعني ان شاء الله، وقد يكون ربما مش عارف يعني هل لسه طبعا الكلام ده الجهاز الفني اللي هيقرره ويقدره.
هل هيبقى كابتن الشناوي هيقدر يرجع تاني قبل المباراه يوم الخميس؟ عندنا يا فندم عندنا كده كده محمد صبحي ومحمود جاد رجاله، ما تقلقش محمد صبحي ومحمود جاد رجاله برضه يشيلوا المهمه ان شاء الله. يعني لا لا انا بقولش حاجه، انا بتكلم على اساس ان هو اساسا يعني لما قدموا من مصر كان هذا هو الترتيب وهذا هو الحارس الاول للمنتخب الوطني كابتن الشناوي، مش تقليلا من الاخرين بالعكس. احنا شفنا كابتن ابو جبل هو اللي جاب المباراه الماضيه بالصدمه اللي صدها في ضربات الجزاء، فما اقدرش اقول ان ملوش فضل، ده هو طبعا اللي خلانا نوصل لمباراه النهارده يعني قولا واحدا. ولكن طبعا واحد بيتكلم من باب الاصابات زي ما حضرتك اتكلمت، لكن نعمل ان شاء الله. يعني انا شخصيا مش قلقان، اي 11 راجل من هذا المنتخب هيتحط. لا انا اقصد انا لما سالتك يا فندم لما صعبه مع دوله زي كاميرون على ارضها وفرنسا. طبعا انا لما سالتك على موضوع كورونا بطمن منك انه الاجراءات الاحترازيه زي ما هي والامور كويسه ومفيش اي مشاكل، عشان نضمن ان الحالات كمان سلبيه الفتره اللي جايه. الحمد لله. انا الحقيقه حتى باقل انا شخصيا من زياراتي للمنتخب تخوفا من اي شيء. الحمد لله ان هم في فندق يعني ليس قريب من وسط المدينه، وبالتالي انا بتفادى خالص ان انا اروح، محدش ضامن نفسه. حضرتك بيبقى الواحد ممكن حامل الفيروس ولا تظهر عليه اي اعضاء اعراض، فانا ما احطش المنتخب في موقف بهذا الشكل بحكم ان انا السفير وبقدر ادخل واخرج عندهم، فان انا اعرضهم لحاجه. فالحقيقه باقل جدا، ربما يعني مرة كل كذا يوم لما أروح من بعيد تخوفا من أي شيء. يعني إحنا نحسس عليهم، وشفنا منتخبات كاملة طارت، شفنا منتخب جزر القمر نص المنتخب أصيب بالكورونا، وده أدى إلى مشاكل كبيرة جدا وخسارتهم أمام الكاميرا. فالحقيقة طبعا حضرتك عندك حق في تخوفك من موضوع كورونا، لكن انا كان عندي حق في ان انا واثق في هؤلاء الرجاله، وان اي 11 لاعب منهم هيؤدوا مباراه جيده جدا وهيقدروا يقفوا للكاميرا، لان المباراه صعبه مع هذا الجمهور المتعطش للفوز واللي شايف ان فرصته التي لم تتاح له مره اخرى وهو بيلعب على ارضه وسط جمهوره ان هو ياخذ هذه البطوله ويحتفظ بها في الكاميرا ولا تخرج. انا حتى دايما لما اجي اهزر معاهم يقول لي طب انت محتاج اي حاجه بالنسبه للمنتخب او محتاج حاجه كده، قال لهم هم صدقوا لمحوا الكاس كويس عشان احنا مش عايزين ناخدها لسه، احنا عندنا ان شاء الله ان شاء الله يا فندم. الكاس مش خارجه من عندنا ان شاء الله، مش من خارجه من عندنا، لا منتخبنا باذن الله. يعني ان شاء الله يكون مباراه طيبه. والحقيقه يعني انا ما احبش ان انا رجل دبلوماسي وسفير وكلمتي محسوبه، ما احبش ان انا اتكلم على تحكيم، لكن انا ما كنتش في منتهى السعاده النهارده. لا كلنا كنا متضايقين، يعني كلنا كنا متضايقين، انا ما كنتش في منتهى السعاده النهارده، كلنا كنا متضايقين. اتمنى المباراه القادمه يكون يعني الاختيار افضل بالنسبه لطاقم الحكام علشان الفير بلاي مش اكثر، عشان نحصل على حقوقنا في المباراة بشكل طبيعي. احنا لا نستجدي شيء، عايزين العدل في التعامل مع اللاعبين وفي حقوقهم مش اكثر من كده، مش طبيعي مجاملة حد. صحيح. السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التصريحات المهمة وايضا المجهود الوفير اللي بتعمله مع الجالية المصرية في الكاميرون. بنتكلم على البعثة المصرية لمنتخبنا الوطني او حتى الجماهير اللي بتسافر طول الوقت، الراجل واقف جنبهم وبيشتغل معاهم بشكل رائع جدا، والكلام اللي دايما بيجي من الناس عن السفير مدحت المليجي كلام عظيم جدا عن المجهود وحجم المجهود الكبير اللي بيبذله في الوقت الحالي مع بعثة منتخبنا الوطني. انا بشكرك شكرا جزيلا. طيب نرجع تاني للحديث عن منتخبنا الوطني. عندنا مواجهة أمام المنتخب الكاميروني يوم الخميس القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. نشتغل إزاي بقى على الكلام ده؟ نشتغل بشكل محترم، منتخب يستعد بشكل كويس بدنيا، موضوع صعب جدا بس معانا شوية وقت معقولين، مش كتير بس معقولين، إن احنا نعمل فيهم استشفاء كويس. يا رب يا
يا رب يجي لنا واحد او اثنين من المصابين ويرجعوا يبقوا موجودين ايضا في تشكيل اي لاعب مهم ويدعم، وكل اللي موجودين في منتخب مصر يقدروا يشيلوا في اي وقت، بس عشان نبقى عندنا اكبر كم من اللاعبين اللي يقدر يختار منهم كروش ويعمل تكتيكه بشكل كويس وما يبقاش فيه اي مشاكل في اي مباراه. كاميرون عندها اثنين مهاجمين رائعين جدا هم هدافين البطوله حتى الان، فان شاء الله نقف قدامهم. عندنا مدافعين كبار، مدافعين رائعين كلهم ممتازين جدا. طيب معانا على الهاتف الكابتن الكبير الحكم الدولي الكبير الكابتن جهاد جريشه، يقول لنا رايه في طاقم تحكيم مواجهه منتخبنا الوطني والمنتخب المغربي اليوم. كابتن جهاد صباح الفل عليك، مشرف ومنور. صباح الخير يا استاذ كريم على حضرتك وعلى كل مشاهدينك. رايك ايه في الحكم النهارده؟ الاول نقول لك مبروك لمصر، الف مبروك النهارده، والشعب المصري كله فرحان والحمد لله قعدت على خير الحمد لله. السنغالي نضاي، السنغالي نضاي المفروض اسم كبير في القاره الافريقيه وفي التحكيم الافريقي، بس النهارده حتى كيروش بعد المباراه طلع وانتقد هذا الامر، وانتقد بشكل غير مباشر وقال ان الحكام لازم يسالوا زي ما المدربين واللاعبين يسالوا في مؤتمر صحفي بعد المباراه، هو كمان يسال عن قراراته ديت. فانت رايك ايه في مستواه بشكل عام؟ هو كيروش طلع بعد المباراه اتكلم بعقلانيه عشان الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا، لكن عايز اقول لحضرتك على حاجه. احنا قلنا من كام يوم لما تم الاختيار ان الاختيار من الاساس مش موفق. احنا عندنا ماتش السنغال وتصفيات كاس العالم، فبرضه حتى لو البطوله في اللائحه مختلفه عن الماتش، يعني ما فيش تاثير بالنسبه للكروز وكده، بس في الاخر ده راجل سنغالي وعارف هتلاعب مصر وكده. الراجل النهارده ما فيش اخطاء تحكيميه ممكن تمسكها، لكن تقدير الاخطاء التقديريه والكروت اللي ده في الماتش او اللي اشتغل بيها ده طول الوقت ضغط على الجهاز الفني لمنتخب مصر، ضغط على لعيبه مصر، فخرجنا عن النص طول الوقت. وده مش مطلوب، انت عايز تخرج يعني تخرج من الماتش كحكم النهارده. لو شفت ماتش السنغال وغينيا الاستوائيه، الحكم الجنوب افريقي ما فيش حد حس بيه، صح؟ وده نجاح الحكم، صح؟ ان انت في تخش تدخل المباراه. طيب ممكن بس كابتن جهاد هقول لك شويه بس حاجات في رايي. اول حاجه هي مواجهه منتخب مصر والمغرب غير مواجهه ابدا طبعا السنغال وغينيا الاستوائيه، الشد والتوتر اللي بين المنتخبين في الكوره طبيعي هيبقى موجود كمان على الحكم، ده واحد. اثنين، انت حضرتك قلت لي النهارده ان هو ما كانش عنده اخطاء يعني، بس هو ووضح لي لو انا كلامي صح ولا غلط، هو ممكن ما يبقاش عنده اخطاء كبيره في ضربات جزاء او تسللات، بس كان في فاولات بتحصل داخل الملعب المباراه بتكسر الريتم وبتوتر اللاعبين بشكل كبير جدا، ممكن تبقى قرارات بسيطه وعاديه بس مؤثره جدا. وفي كمان فاولات للمنتخب المغربي كانت بتحسب احيانا، ممكن ما تبقاش، ممكن الحكم في تقديره ما تحسبش فاول، بس الفاولات بالنسبه للمنتخب المغربي المميز جدا في الكرات الثابته والكرات العرضيه والكرات المواجهه للمرمى هي بالنسبه لنا كانت ضربات جزاء، عشان كده لعيبه منتخب مصر كانت بتتوتر جدا من انه دايما بيصفر على طول. بالظبط، هو كان بيحسب للمنتخب المغربي اللي بيجي لنا احنا نفس الاخطاء وممكن اكتر عندنا وما تحسبش لينا. فبالتالي كان باين ان هو مش يعني هو يعني احساسنا احنا كمصريين بعيدًا عن التحكيم بقى، ان هو الراجل كان طول الوقت لود على المنتخب المصري، متحامل طول الوقت يعني الكفه دايما مايله للمنتخب المغربي. الفاولات اللي كان على المنطقه، في فاولات كتير قوي اتحسبت للمنتخب المغربي النهارده مش فاولات، ونفس الكوره يعني لينا، نفس الكوره ما اللي كان بينرفز لعيبه المنتخب المصري منها شويه وما تحسبش، يعني بالزبط. هو ده اللي طول الوقت حسس اللعيبه في ارض الملعب ان انا ضدك، ان انا مش معاك، وراح للجهاز الفني للمنتخب مصر مره واثنين وثلاثه، وده انذار للجهاز الفني طول الوقت. على فكره حضرتك يا استاذ كريم، حتى لو الحساسيه موجوده من منتخب مصر والمغرب، ممكن الحكم نفسه يخلي الماتش هادي، ممكن الحكم نفسه بقراراته وبادارته للمباراه وبحزمه ما تحس بالظبط ما تحسش بالماتش، صح؟ يعني ممكن حكم ماتش سهل خالص والدنيا سهله، وهو اللي بوظه، هو اللي وصله لمرحله ان يبقى في مشاكل. يعني اللي حصل النهارده الماس كونفرتيشن او الخناقه اللي حصلت والقصه اللي حصلت في الملعب ده، كان الحكم سبب القصه كلها، صحيح؟ هو كان فاول عادي، بس في الاخر الحكم هو اللي وتر الماتش، هو صحيح. اللي وصل الماتش للمنظر ده، صحيح. بس عايز اقول ان في الاخر الحمد لله ان الاخطاء ما اثرتش على نتيجه الماتش، لان في الاخر الاحق هو اللي كسب. وفي الاخر نتمنى ان شاء الله في ماتش الكاميرون يتم اختيار حكم مميز في الماتش زي ده، وفي نفس الوقت الكورونا وتحليل الكورونا ما ياثرش علينا. احنا بنتكلم فيه كأنا بكلم مصري بقى بعيد عن التحكيم وبعيد عن القصه دي. طيب انا كمان عايز اسالك على التحكيم. اتفضل. التحكيم اسكريم في البطوله يعني شغال ماتش وماتش، ايوه، طول الوقت ماتش كويس، ماتش عالي كويس قوي ومنشيد بيه، وماتش تاني نفس الوقت في مشكله. امبارح كان ماتش تونس لا يعني طيب. الهدف
الهدف اللي دخل لتونس في لمسه يد باينه جدا لازم تلغي الهدف. وتونس لها ركله جزاء، الراجل طلع الكره برجل وبالرجل الثانيه عمل اعاقه للمهاجم وبالتالي في ركله جزاء والحكم راح للفار. صح. ورجع بدون احتساب خطا وبالتالي خطأين مؤثرين في المباراه. الحكم نضاي النهارده عمل موقف غريب جدا يا كابتن جهاد بصراحه. في المشاده اللي حصل بين لاعبي المنتخب المصري والمنتخب المغربي في المباراه راح عشان يفض اللاعبين راح زق احداد حتى وقعه. لا هو تدخل كان غير طبيعي. انا بتدخل عندي حرص قوي لما المس لاعب. انا كحكم في الملعب عندي حرص قوي ان انا ما اوصلش ان انا اوقع لاعب على الارض. ان انا ازق لاعب لان اللي هزقه ده هيزقني. هضطر ان انا اطلع كارت احمر للاعب فبالتالي انا اللي عملت المشكله وكان هو سبب المشكله. يعني هو اللي كمان وطر المشكله وطر الجو. يعني انا شايف ان هو في الماتش الاولاني عمل ماتش كويس جدا. الماتش اللي دار قبل الماتش دوت كان عمل ماتش من احسن الماتشات اللي اتعملت في البطوله. لكن في الماتش ده لا التقييم بتاعه نزل تحت جدا لان فعلا ما قدرش يدير المباراه كحكم كبير. صحيح. واسمه مرشح لكاس العالم فكان المفروض يطلع بالماتش بصوره احسن من كده. صحيح. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشة الحكم الدولي السابق انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده. كلام كتير مستمر عن منتخبنا الوطني واداء منتخبنا الوطني والروعه اللي عملها منتخبنا الوطني النهارده في مباراه المغرب وايضا مباراه كوت ديفوار اللي فاتت واللي جاي كمان ان شاء الله قدام المنتخب الكاميروني. النهارده اليوم كله افراح، النهارده اليوم كله سعاده. سبحان الله الكوره دي يعني اللي ما بيحبش الكوره يا عيني عليه على راي الست ام كلثوم ما بيحبش اللي بيحب الكوره يعني. بس اللي يعيني عليه بتاعت ست ام كلثوم، فاللي ما يحبش الكوره يعيني عليه. استمتع بالكوره النهارده، تفرح بمنتخب بلدك، تفرح بالرياضه، تفرح باسم مصر اللي بيعلى في السماء مع منتخب رائع وهو اسم دايما عالي وفي السماء اسم بلدنا الحبيبه مصر. بعد الفاصل نستقبل النجم الكبير كابتن احمد ديودار للحديث عن هذه المواجهه الكبيره، مواجهه المنتخب المصري والمنتخب المغربي. خليكم معنا. جاي لك يا كوره بلد الرجوله قلناها اولى ملايين واحب تنادي تحيا مصر يا مصر حب في قلبي حالف بربي لارفع بايدي رايح بلادي جاي لك يا بطولة بلد الرجولة قلناها اولى ملايين كسوف واحب تنادي تحيا مصر يا مصر حب في قلبي حالف بربي لارفع بايدي رايح بلادي شوف المصريين متجمعين شمال ساكنة في المشاعر في الملامح والوشوش مصر لو تنده تلاقي جاي 100 مليون فدائي مصر غالية على اللي منها واللي منها ما بيبعوش مصر قلوبنا لما روحنا واحنا امتى نسينا روحنا مصر ساكنة في المشاعر في الملامح في الوشوش دي مصر لو تنده تلاقي جاي 100 مليون فدائي مصر غالية على اللي منها واللي منها ما بيبعوش مباراة بطولية كبيرة قدمها لاعبو منتخب مصر في مواجهتهم أمام المنتخب المغربي أعادوا بها للأذهان انتصارات الجيل التاريخي للكرة المصرية الذي نجح في حصد كأس الأمم الإفريقية 3 نسخ متتالية وصار مجرد ذكر اسمه يبث الرعب في نفوس الخصوم. وعلى الرغم من تقدم المغرب في بداية المباراة عن طريق ركلة جزاء سجلها سفيان بوفال والقرارات العكسية التي احتسبها الحكم السنغالي إلا أن نجوم الفراعنة نجحوا في العودة إلى المباراة وسيطروا تماماً على مجريات اللعب وكانوا الأفضل طوال مدة المباراة التي تخطت حاجز الساعتين ليتمكنوا عن طريق خبرات ومهارات محمد صلاح من إدراك هدف التعادل قبل أن يعود ثالث أفضل لاعب في العالم ويصنع الهدف الثاني للفراعنة بعدما وضع تريزيجي وجهاً لوجه أمام مرمى المنتخب المغربي الخالي من حارسه ياسين بونو. مباراة اليوم أثبتت أن منتخب مصر يمتلك مجموعة مقاتلة من اللاعبين يقودهم البرتغالي كارلوس كيروش الذي نجح في العبور بالفراعنة إلى المربع الذهبي للمرة الأولى منذ بطولة 2017 وذلك على الرغم من المطبات الصعبة التي واجهت الفراعنة خلال اللقاء أبرزها
إصابة المدافع صاحب الخبرات أحمد حجازي، بالإضافة إلى خروج محمد أبو جبل حارس المنتخب مصاباً، ليحل الحارس الشاب محمد صبحي بديلاً له ويذود عن مرمى ببسالة وشجاعة تحسب له. مباراة أكثر من رائعة على المستوى الفني والتكتيكي قدمها نجوم مصر ليطيح بالمنتخب المغربي أحد أبرز المرشحين بالبطولة، ضاربين بذلك موعداً نارياً مع الكاميرون أصحاب الأرض والتنظيم في لقاء يحمل العديد من الذكريات بين الفراعنة ومنتخب الأسود الغير مروضة. فلمن ستكون الغلبة؟ يا اهلا بحضراتكم مرة أخرى. بما إننا بنتكلم عن منتخب مصر وفرحة منتخب مصر بفوزه اليوم على المنتخب المغربي، معايا في هذه الفقرة واحد من النجوم اللي لعبوا المنتخب مصر، واحد من اللاعبين اللي كانوا صخرة في دفاع منتخب مصر، من الأسباب الكبيرة اللي مرت على منتخب مصر ونادي الزمالك، لعيب مدافع من المدافعين اللي احنا بنتكلم عنهم دلوقتي، المدافعين المتطورين اللي بيعرف يطلع بالكره بشكل كويس، المدافع القوي اللي بيعرف يعمل الجامب بشكل كويس، المدافع الحريف اللي بيلعب نص ملعب او بيلعب مدافع ويطلع الكره ويبني الهجمه بشكل كويس. فهو مدافع كان تقريبا يعني كده مدافع متكامل. انا بقول كان عشان للاسف قبل الهوا قال لي ان هو من 4 أيام خد قرار الاعتزال. انا بيشرفني وبينورني دلوقتي النجم الكبير كابتن احمد ديودار. يا كابتن احمد مشرف حبيبي يا كيمو، مبسوط ان انا معاك وانت اعلامي جميل واعلامي محترم حبيبي، تشرفني. والشكل البرنامج كمان مبسوط جدا من القناة الأولى، ما شاء الله أول مرة أخش القناة الأولى، أول مرة راجل للمكان هنا. لا في تطور بشكل كبير جدا، جاي مكان تاريخي، أنت جاي مسبيرو يعني. لا لا أنا تربينا عليه كلنا يعني. كلنا تربينا عليه، والقناة الأولى دي قناة تاريخية طبعا. لكن الفكرة كلها برضو إيه، لازم المشاهد يعرف إن الدنيا خلاص اتغيرت بشكل كبير جدا، في تجديد في كل حاجة. صحيح. الاستاف اللي معاك استاف محترم جدا صحيح. فدي حاجة تفرحني وتبسطني وأنا مبسوط إن أنا معاك النهاردة. شرف لينا يا كابتن حبيبك. لو قبل ما نخش على منتخب مصر، إيه الخبر الوحش ده؟ لا ده انا المفروض ان انا اتكلمت في الموضوع دوت، لكن طبعا اتكلم معاك ان انا قررت اعتزال الكوره عشان خاطر جالي قطع في وتر اكيلس من سنتين، والحمد لله خفيت بعدها ورجعت من الاصابه واديت بشكل كويس جدا في الماتشات. لكن طبعا من حوالي 3 أسابيع جالي التهابات في نفس الرجل، التهابات قويه جدا في نفس الرجل، ودي ممكن تسبب في اي وقت ان يجي لي قطع تاني. فطبعا انا 35 سنه وشايف ان الحمد لله اللي جاي مش زي اللي راح، اديت بشكل كويس جدا. طبعا كنت نفسي في مزيد، وكنت نفسي في حاجات افضل من كده، وكان عندي طموح ان في حاجات تانية، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وشايف ان الحمد لله في حد ذاته الحمد لله السيره الطيبه الحمد لله، زي ما حضرتك كلمت وبشكرك على المقدمه ديت، هي دي اللي في الاخر، هي دي اللي دايمه يعني. يلا رايك كيف اداء منتخبنا العظيم النهارده قدام المنتخب؟ طبعا اولا كده انا كنت حاطط ايدي على قلبي صح كلنا النهارده اول حلقه، لا اول مره اجي اصلا فخايف ان انا اجي ويبقى وشي يبقى مش كويس. لا انا عمال اقول يا رب الحلقه النهارده تبقى حلوه مع كابتن احمد ديودار. طبعا كمان من اللي حلاها اكتر. طبعا مبسوط جدا، لا جدا مبسوط جدا جدا جدا. النهارده اللعيبه فعلا فرحونا، المنتخب اتطور بشكل كبير جدا بدايه من اول البطوله. انا كنت مش يعني كنت مش شايف ان الاداء مش احسن حاجه، شايف ان اللعيبه كمان تقدر ان هي تأدي بشكل قوي وبشكل كويس. كنت اعتراضي شويه على التصريحات بتاعت مستر كروش، مدرب كويس لكن تصريحاته في لحد ما كانت مقلقاني شويه، ان احنا داخلين بطوله امم افريقيا وكان كل التركيز على الصعود في كاس العالم. اقول لك حاجه في الحته دي بس واسيبك تكمل، بس هي مفارقه يعني. في 98 بطوله كاس الامم الافريقيه 98 كابتن محمود الجوهري وهو مسافر قال ان احنا مش هنكسب البطوله، احنا هناخد المركز ال13. تمام. وراح والمنتخب تألق جدا، كان حسام حسن وقتها بيتعرض لانتقادات كبيرة جدا، راح وبقى هداف البطولة وكان أحسن لاعب لمنتخب مصر. تمام. هنا دلوقتي كروش قال نفس الكلام وقال إنه مش رايحين ناخد البطولة، محمد صلاح كان عليه بعض الانتقادات مش عارف إزاي، بس كان في ناس بتنتقد. إحنا هنجري نتكلم في كل التفاصيل دي. حد بينتقد محمد صلاح ومحمد صلاح بيتألق، خد بقى دي كمان، إنه في 98 إحنا لعبنا بوركينا فاسو في سيمي فاينال الدولة المستضيف وكسبناها. صح. وهنلاعب الكاميرون في السيمي فاينال الدوري المستضيف. صح. وان شاء الله نكسب. على فكره 2017 برضه لعبنا بوركينا فاسو وصعدنا نهائي قدام الكاميرون. صح. فانا لما بتكلم في التفاصيل ايه، انا دايما من قناعاتي الشخصيه بحب اللعيب، خصوصا ان انت بتلعب باسم منتخب مصر، فده حدث كبير جدا. صح. ما بيتكررش كتير. صح. كون ان انت تروح بطوله افريقيا او كاس العرب او اي حاجه تخص منتخب مصر،
لازم المدير الفني والجهاز المعاون واللعيبه رايحين لهدف واحد بس اللي هو ايه؟ ناخد البطوله. اسم منتخب مصر كبير جدا. انا حضرت مع منتخب كابتن حسن شحاته وحضرت مع مستر برادلي وحضرت مع مستر كوبر، فانا بقالي 10 سنين موجود مع المدربين في المنتخب، فالمنتخب ده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. فدايما انا عندي قناعه ان المدير الفني واللعيبه حتى لما يكونوا قاعدين مع بعض في اجتماع ما فيش حاجه اسمها احنا رايحين نعمل اداء مشرف، لا، اسم منتخب مصر واسم مصر اسم كبير جدا. فالتصريحات دي انا كنت معترض عليها، خصوصا ان انا ما فيش حد احسن منك في البطوله. البطوله النظام بتاع البطوله والملاعب، وانا رحت الكاميرون قبل كده ما فيش فنادق، لكن انت كمصري تقدر تتغلب على الحاجات دي. مش في الكوره بس، في كل التفاصيل، في كل حاجه، في كل شغلانه. المصري بيبقى مهم جدا، بيبقى نفسه يعمل اي حاجه. هتلاقينا احنا ما بنتكلمش على فنادق ولا اقامه ولا، احنا ننام على اي حته وناكل اي حاجه ونشرب اي حاجه وننزل نلعب وناكل. طبعا الحاجات دي تعدي بالنسبه بالظبط بالظبط، مش هيتاثر علينا. نتضايق منها بس ما تاثرش علينا. فكان الموضوع بالنسبه لي ان انت رايح من اول البطوله، ولازم برضو المشاهد يبقى عارف والناس تبقى عارفه ان البطولات المجمعه هي بتبتدي الكيرف بيعلى ماتش عن الثاني. فده كان وضع طبيعي باللي بيحصل للثلاث ماتشات اللي منتخب مصر. لكن فعليا منتخب مصر بدا البطوله في ماتش كوتيفوار، ادينا ماتش بشكل قوي جدا جدا، تكتيك محترم. الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه ابتدينا ان احنا يبقى في جماعيه في الملعب. وهو ده اللي انا بتكلم فيه، ان ده منتخب مصر. في ماتش كوت ديفوار انت اديت رساله للجمهور المصري للشعب المصري نفسه ان انت ثق في اللعيب. النهارده الشعب المصري كله فرحان جدا لان الكوره في مصر. انت منتخب كبير مش اقل من اللي بتلعبه. انا زي زيه يعني. انت لو انت لا مش زيه، ده احنا احسن بالظبط. لو انت اقل من كوت ديفوار فكوت ديفوار المفروض تقلق منها، لو انت اقل من المغرب فالمغرب المفروض تقلق منها. بالظبط، برافو عليك. هو ده اللي انا بتكلم فيه. النهارده لما لعبنا ماتش كوت ديفوار، انا كنت من ضمن الحاجات وكنت عندي على صفحتي وكنت طلعت في كذا برنامج، كنت حاسس ان منتخب مصر هيكسب. لان خد بالك احنا عندنا منتخب مصر ما بيتضغط وبيلاعب منتخبات قويه احنا بنبان. ولازم الناس تعرف ان منتخب كوت ديفوار، منتخب الكاميرون، منتخب السنغال، ايا كان المنتخب هو بيعمل حساب كبير جدا لمنتخب مصر. صح. كمان انت عندك لعيبه في منتخب مصر تقدر ان انت تاخد البطوله. فماتش كوت ديفوار ده هو اداني الامل في الملعب، لان كان نص الملعب عندنا في ماتش كوت ديفوار كان انا عندي معلومه ان ايمن اشرف يلعب في نص الملعب، وكنت بنادي ان حمدي فتحي والنني والسوليه هم اللي يلعبوا عشان خاطر يدوا اريحيه لمحمد صلاح ان هو يهاجم. فماتش كوت ديفوار ادانا ثقه بشكل كبير جدا. في ماتش المغرب الحمد لله النهارده اللعيبه رجاله، بشكرهم كلهم كلهم. انا عايز اقول لك ان كمان الدكه الروح دي هي اللي بتجيب البطوله. الروح اللعيب اللي بره قلبه على اللعيب اللي جوه، في الاخر انت بتلعب باسم منتخب مصر. النهارده ابو جبل مش عايز يخرج من الماتش. كل ده بيديني انطباع وانا بتفرج وللمشاهد ان لا احنا نقدر ناخد البطوله. انا على قد ما انا كنت يعني قلقان على ابو جبل، اولا عشان الاصابه ما تتفاقمش عليه، ثانيا ان هو يلعب وهو كمصاب ممكن ما يجيش، بس الروح اللي كان بيقول انا مش عايز اخرج، انا متاكد ان هو مش عايز يخرج عشان عايز يلعب وخلاص. لا هو مش عايز يخرج عشان حاسس ان هو لسه عايز يدي تاني. انا برضه متاكد نفس ابو جبل حجازي لما اتصاب، انا متاكد ان هو مش عايز يخرج، لان اللعيبه دي كلها انا زملتهم في الملعب وعارفهم شخصيا واصحاب واخوات وعاشرنا بعض في معسكرات كتيره جدا سواء في الزمالك او في المنتخب. فكون ان انت توصل ان اللعيبه كلها مش عايزه تطلع من الملعب، اذا ان دلوقتي بقى في روح قويه جدا من قبل الماتشات اللي هي بتاع الدور التمهيدي. دلوقتي بقى تحس ان في حدث كبير. الحدث الكبير ده انت هتحس بيه في الملعب. الروح موجوده، الاصرار موجود، عندك كابتن فريق النهارده محمد صلاح ادى بشكل كويس جدا في دور الكلام ده بفرق جدا. أيوة. النهارده ماتش المغرب حصل موقف الناس ممكن تاخد بالها ما تاخدش بالها منها. اخر الماتش محمد صلاح بيقول لمحمود علي اطلع. ايوه المدافعين كانوا بيتراجعوا. فالنهارده ده دور كابتن الفريق وقائد الفريق. محمد صلاح كان ليه دور كبير جدا. انا شفتها هو محمد صلاح بيقول لهم تعالوا كده تعالوا كده يلا برافو عليك. صح. فكل ده حاجات مهمه جدا في الملعب. الروح ما بين اللعيبه كلها النهارده هي دي اللي كسبتنا الماتش. وهو ده اللي احنا عايزينه الماتشات اللي جايه، لان ده حدث حدث كبير. احنا نستحق ان احنا ناخد البطوله. ما ينفعش فرقه بيبقى فيها محمد صلاح احسن اللعيبه اللي في العالم ويبقى شكلنا مش كويس. فماتش النهارده محمد صلاح النهارده في 3 4 لاعبين بيعملوا عليه بلوك، والراجل بيجيب جول وبيعمل اسيست. يعني ده صعب. انا وانت راجل كنت بتدافع مع منتخب مصر وبتلعب مع نجوم كبيره عالميين. انا كنت بشوف لما بنيجي نلعب قدام دروجبا ولا صامويل ايتو ولا اديبايور ولا الناس دي احنا بنبقى قلقانين وخايفين منه.
دلوقتي بقى عندنا لاعب اللي قدامنا خايفين صح منه ده صح خلاص يعني صح عدينا صح المرحله اللي بتاعت احنا نخاف بس لا احنا عندنا لعيب وولد كلاس الناس تخاف منه يعني اللي مميز محمد صلاح شخصيته صح دماغه كويسه من وانا بلعب معاه من ايام برادلي لما جه منتخب مصر هو صغير كمان لسه صغير يعني لسه بيكبر يعني عنده عنده الشخصيه القويه اللي تقدر ان هو يخليه كابتن فريق صح عنده ان هو كمان النهارده في الملعب لازم احس بفارق يعني من النهارده كنا الماتش النهارده نجم الماتش من نجوم الماتش عشان خاطر النهارده فين كلهم نجوم لكن صح من نجوم الماتش اللي اتحمل انتقادات كبيره جدا النني ايوه النهارده الانتقاد واعتابي على بعض المحللين ارجوك اتكلم عن النني شويه انا ما بصدق الاقي حد يتكلم عن النني زي ما انا بتكلم بص اقول لك على حاجه النني اولا شفت حقه يعني اولا النني انا كنت رايح نادي قزمه الكويتي وهو المفروض كان جاي معايا قزمه الكويتي فقال لي انا طالع فتره معايشه مع بازل السويسري وانا حسيت ان هو هيقدر يعمل حاجه خد بالك انني في بداياته لعيب كبير يعني باين ان هو ديفندر بيروح يشوط لعيب كبير جدا عنده الشخصيه في الملعب عنده القوه عنده الباص سهل جدا وكويس جدا لكن الانتقادات انا ما بحبهاش بشكل مبالغ فيه صح يعني انا ما ينفعش لاعب بحجم النني مع احترامي لاي حد ينتقده ليك اي حد ليه مطلق الحريه انه ينتقد طبعا. لكن ما ينفعش يبقى راجل بيلعب بقاله 7 8 سنين في ارسنال وبيلعب في منتخب مصر كل المدربين بيعتمد عليه وانت تيجي تقول لي لا ده لعيب ما يلعبش في الدرجه الثالثه او لعيب مبطل ده الكلام ده انتقاد ما ينفعش صح على محمد النني النهارده اللاعب ده بيمثلنا كلنا في منتخب مصر لازم ندعمه مزبوط. النهارده في حاجه اسمها لاعب مش موفق في ماتش لاعب ده وارد جدا ومدرب مش موفق في ماتش خصوصا لما تيجي تنتقد انا عادي جدا لو في اي حد بينتقد من الجمهور عادي لكن لما يبقى انتقاد من كباتن كبار ومن اللعيبه ليها اساميها انت ازاي لعبت كوره يعني انت عايز تقنعني انت كل ماتشاتك كنت جامد وكنت كويس اكيد في وقت من الاوقات انت الماتش مش موافق فيه ده ميسي وكريستيانو في ماتشات بيلعبوها وحش عادي يعني ده عادي جدا في بيب جوارديولا ساعات بتخايش منه وهو مدرب عبقري يعني لكن احنا هنا لكن احنا الاتجاه رايح احنا لازم نقطع في اللعيبه عشان اطلع ترند عشان اطلع الكلام ده انا ما شفتوش وما ينفعش يتعمل في وجود منتخب مصر في وجود بطوله زي دي تفتكر انني ولاعيبه المنتخب بيجي لهم الكلام ده بيحسوا طبعا انا كنت في الجابون في 2017 لا احنا كنا بنقعد في الاجتماعات بالليل احنا بعد العشاء لازم نقعد مع بعض كلنا كل الناس بتبقى عارفه كل لعيب بتبقى عارفه لكن في لعيب يتحمل في لعيب يتاثر يعني انت ممكن تشوف انت قلت عايشت منتخبات او عايشت الكلام ده في منتخب طبعا. مصر في لعيب بيتاثر طبعا طب لما بيتاثر بيقول ايه او انتوا بتشوفوا شكله عامل ازاي انا بقول لك في لعيب في الجابون في معسكر الجابون واقسم بالله ما اتعشى من كتر الانتقادات كان في ماتش هو اداه بشكل انا شايف ان هو بشكل مش هو وده طبيعي في الكوره انتقادات غير طبيعيه لازم يبطل وما يروحش منتخب تاني وتعلق بعد كده طبعا اتعلق ما هو موجود في المنتخب دلوقتي طب كمين ما خلاص ما دام تعلق بعد كده يعني في ماتش في تريزيجيه كان مادي بشكل وحش جدا ابتدى ان هو كمان يتاثر نفسيا وده غلط انت النهارده في لعيب ممكن يتاثر نفسيا لو هو لعيب سنه صغير او لعيب لسه شخصيته مش زي محمد صلاح يعني محمد صلاح مهما الناس تنتقده مش فارق معاه في لعيب تاني ياخد النقد تلاقي والدته بتكلمه تلاقي والده بيكلمه معلش يا حبيبي تلاقي اخواته بيكلموه يبتدي يتاثر من ناحيه الملعب فدي مشكله كبيره جدا عشان كده ده وقت ان احنا لازم كلنا نبقى موجودين حوالين منتخب مصر انت قلت دلوقتي كلام في منتهى الاهميه احيانا الناس وهي بتنتقد بتفتكر ان هي بتنتقد جبال لا طبعا يعني لو انت هتفضل تقطع فيه وتجرح فيه لا طبعا هو مش هيحس بحاجه لا طبعا فانت دلوقتي بتحكي تفاصيل مهمه جدا من لاعب كوره كمان عاشر لعيبه المنتخب فانت بتقولي في لعيبه ما بتعشاش في لعيبه بتتواسى من اهاليها طبعا وده نتيجته ايه بقى في الاخر ان هو ممكن بعد كده يفقدوا التركيز او في الاخر احنا بشر طبعا احنا بشر احنا كلنا بنتأثر في مجال فن في مجال اي في رياضه في اي مجال الناس قاعده تنتقد في انتقاد لكن في الكوره الانتقاد مبالغ فيه النهارده يعني احنا مثلا جايين النهارده نتكلم على ماتش المغرب وجايين نتكلم على ماتش كوتيفوار جايين نتكلم على منتخب مصر بشكل عام صح. احنا بنقيم اللعيب في الماتشات دي مش بنقيمه بشكل عام ايوه ما ينفعش تقول اللعيب ده ما ينفعش اصلا لا طبعا لا ده في ناس بتقول لك اللعيب ده ما ينفعش اصلا يعني ايه لعيب ما ينفعش ممكن تقول اصلا البطوله كلها ما اداش كويس ممكن تقول الماتش ده ما اداش كويس لكن بالزبط. تقول لعيب لا يصلح للعب كره القدم بالزبط. لعيب ما يلعبش في نادي برافو عليك ايه برافو عليك مبالغه جدا مبالغ فيها جدا وانني كنت بتكلم معاه من يومين لا راجل فاهم راجل واعي لعيب كبير بس متأثر لعيب كويس لكن تأثيره جاي إيجابي عن ناحية الملعب تختلف شخصية عن الشخصية يعني هو متضايق من المبالغات في الانتقاد طبعًا. بس ده أثر عليه إيجابيا في الملعب طبعا مش في سلبية طبعا في لعيبة اللي ممكن يجيله سلبي حسب الشخصيات صح. لكن احنا واجب علينا كلعيبة
انت في الاخر لازم تدعم اللعيب ده حتى لو هو مش كويس في الماتش، انت لازم تتكلم عليه بشكل يفيده. انتقاد بناء مش انتقاد ان انت تذبحه، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. علشان كده النهارده اللعيبه والمؤتمر اللي اتكلم فيه محمد صلاح، واتكلم بشكل كبير جدا محمد صلاح في المؤتمر قبل ماتش كوت ديفوار، ده كلام حقيقي. أيوة. فعلا في انتماءات، في انتماء للاهلي. النهارده لو لعيب في النادي الاهلي بيلعب في منتخب مصر، تلاقي المدرب او المحلل او اي حد طلع في اي قنوات ممكن عادي جدا يطلعه احسن لعيب في الماتش ويجي على حد من الزمالك. وكمان اللعيبه ابتدت ان هي تنشغل دماغها. احنا دلوقتي في عصر الميديا، خلينا نكون متفقين على كده. العكس صحيح، يعني كله يعني في ناس بتشتغل بانتماءاتها يعني بشكل واضح، لكن في منتخب مصر لا. اتفق معاك 1000%. المنتخب المصري ده مش حاجه اسمها اهلي، مش حاجه اسمها زمالك. احنا منتخب في الاخر من منتخب بس. عارف بقى كابتن احمد، هقول لك نقطه مهمه جدا. من بعد ماتش كوت ديفوار هتلاقي كل ده ما بقاش موجود، ودي حقيقه فعلا. يعني مش هتلاقي دلوقتي حد بيتكلم اصله كان خد طريق حامد، لا كان خد قفشه، اصل مين اللي بيلعب عشان اهلاوي ولا زملكاوي. هتلاقي الناس حتى على السوشيال ميديا أنا طارق يقول لك ما هكمل لك دي، يقول لك مثلا ايه، نزل نزل مدافع مثلا، نزل زيزو. تلاقي الاهلاوي كاتب لك على تويتر كده نزل زيزو. هتلاقي الزملكاوي يقول لك ما فين تريزيجيه يا جماعه، لازم هو ده الشعب المصري فاهم. خلاص بقى تيشيرت منتخب مصر. احنا في وقت لما يكون في بطوله سواء في الكوره في اي حاجه، في وقت الازمات او في وقت في تجمعات، بتلاقينا جمال جدا. مش عايز بقى الناس اللي بتنتقد دي تبوظ الدنيا. انت امسك فيها. النهارده لما يكون منتخب مصر جمهور الاهلي بيتكلم على زيزو، النهارده بيقول لك ابو جبل نجم الماتش، النهارده جمهور الزمالك بيقول لك محمد الشناوي نجم الماتش. امسك في الحاجات دي. احنا المفروض واجب عليا وواجب على الناس اللي بتيجي تتكلم في الكوره، احنا المفروض نمسك في دي، نقول الايجابيات بتاعتها نكبرها كمان، نكبرها كمان. يعني لو انت شايفها عاديه لا انت زود فيها. برافو عليك. يعني دي بقى الحاجات اللي عايزها مبالغه. طبعًا. يعني بالغ بقى، برافو عليك. الله على العظمه والله على الجمال. طبعا النهارده فتوح عمل ماتش قدام منتخب المغرب، هو محمد النهارده محمد عبد المنعم رجع النهارده النادي الاهلي. صح. راجل بيلعب في النادي الاهلي. صح. فتوح بيلعب في نادي الزمالك. صح. الاثنين من نجوم الماتش. مظبوط. انا ما ينفعش انا راجل دلوقتي منتمي لنادي الزمالك اطلع اتكلم على فتوح بس. يبقى حرام. يبقى انا كده بقلل من قيمه محمد عبد المنعم في مجهوده في الماتش النهارده. صح. ماتش النهارده ماتش يدينا ثقه للي جاي. مبسوط جدا 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 من الروح في الملعب. النهارده بدينا الماتش، مستر كوشي بدا الماتش بايمن اشرف، وانا ضد فكره ان ايمن اشرف يلعب رقم 8 لان نص الملعب دوت انا كنت بلعب سيرد باك، واوقات بلعب ديفندر رقم 6 قدام السيرد باكين، قدام الاثنين مدافعين. رقم 8 ده احنا اصلا عندنا مشكله فيه في مصر كلها من سنين، من بعد حسني عبد ربه، من بعد الناس اللي بتلف. النهارده انت رقم 8 رايح تستلم الكوره، هتلاقي الديفندر اللي وراك راح يضغط عليك. النهارده انت محتاج تلف. فايمن اشرف باك ليفت كويس جدا، لعيب كبير. النهارده لما لعب سيرد باك هايل، شايل الشوط الثاني كله. من هو محمد عبد المنعم ده هو خرج حتى عشان انذار، يعني قلق عليه كروش انه الماتش متوتر والحكم. لكن يحسب بقى لكروش ايه؟ ايه اللي يحسب له؟ ان هو صلح الكلام ده بين الشوطين، نزل تريزيجيه. فاحنا زي ما احنا بننتقده في وقت من الاوقات لازم نقول ايجابياته. اقول لك حاجه ملحوظه يا رب تكون لاحظتها معايا. اتفضل. دايما يتقال على كروش انه مدرب عنيد. طبعا. اديك امرتين ان هو مش عنيد خالص. تمام. المباراه الماضيه اتصاب، كان مين اللي اتصاب؟ كان مين اتصاب؟ حجازي تقريبا، حمدي فتحي. حمدي فتحي لما كان اتصاب، حمدي فتحي انا بفتكر بس دلوقتي، حمدي فتحي لما اتصاب هو جهز مهند لاشين، فاكر؟ صح. كان مهند لاشين نازل، فواضح جدا حد في الجهاز المعاون قال له ما تنزل زيزو. زيزو ممكن يبقى له افضليه هجوميه دلوقتي عشان احنا محتاجينه. صح. النهارده بعد اصابه حجازي كان بيجهز بره محمود علاء. محمود علاء. صح. فحد قال له طب ما ترجع ايمن اشرف مدافع. صح. واستفيد بتريزيجيه هجوميا. فواضح جدا ان هو ممكن ياخد قرار وممكن يتراجع فيه بسهوله جدا عشان. صح. كلمه العين دي دلالات طبعا. احنا. صح. مش داخلين بس خد بالك برضه عشان تبقى انت في الصوره، انا لقيت مدربين اجانب كتيره جدا. اوقات مدربين الاجانب ما بيستعنوش بالجهاز المعاون، ده مش تقليل من الجهاز المعاون. لا، هو المدرب الاجنبي بيبقى مقتنع بافكار معينه عايز ينفذها. منطقي. انا المدير. وده انا عادي جدا، انا اللي بتحمل المسؤوليه. عادي جدا. انت رايك بالنسبه لي استشاري الجهاز المعاون. طب هو ليه ما بيتكلمش؟ طب هو ليه ما بياخدش؟ طب في الاخر رئيس استشاري. الراجل هو اللي في الاخر هيحاسب على اي حاجه بتحصل. صح. لمنتخب مصر. صح. لكن النهارده برضو احنا عشان خاطر بنحب منتخب مصر قوي، فداخلين في كل التفاصيل الصغيره قوي. انا اقول لك حاجه، انا من ساعه ما اتولدت تقريبا، من ساعه ما تابعت كوره، خلاف بين المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، كل المديرين. لا لا لا، ده كلهم كده. بس خد بالك الجهاز المعاون اللي موجود دلوقتي اللي موجود دلوقتي اقوى من اقوى الاجهزه في خلال 10 سنين معاون لمدير فني. لو جيت اتكلمت على الكابتن ضياء السيد حاجه كبيره جدا. طبعا. النهارده بتتكلم على الكابتن وائل جمعه، كابتن محمد شوقي،
كابتن عصام الحضري ثلاثة أبطال طبعا، ثلاثة تاريخيين يعني، تاريخيين البطولات التاريخية بتاعتهم، وبعدين عندهم من الخبرات يقدروا يوصلوا للعيبة الحدث ده يمشي ازاي وامتى، ان احنا في الماتش ده محتاجين نكسب، لا نهدى شويه في الناحيه الدفاعيه نهاجم دلوقتي. خد بالك اللعيبه بتحب عصام الحضري، بتحب وائل جمعه، بتحب محمد شوقي، بيستفادوا من خبراتهم. حتى عصام الحضري انتقد جدا وقال لك ليه عصام الحضري دلوقتي مدرب حراس لسه فاضل له كتير قوي، ادينا شايفين اهو شناوي بيأدي اداء رائع جدا، ابو جبل بينزل يشارك بيأدي اداء رائع جدا، محمد صبحي في الجزء اللي لعبه النهارده ادى اداء رائع جدا. مش بقول طبعا ان عصام الحضري هو اللي عامل او يعني هو اللي مجهز الحراس دول، عشان في النهايه دول الحراس دول جاهزين في انديتهم، بس هو حافظ على المستوى. انا بقى بقول لك بعيد عن يعني النقطه دي، المدربين الكبار في مصر مفيش جديد، ليه ما نديش احنا للشباب؟ وعصام الحضري مش شاب، ده عصام الحضري حاجه و40 سنه يعني، نقول نقول شاب في الشغلانه، برافو يعني عليك يعني حديث الشغل، حديث في الشغلانه يعني دايما. ما هو ده اللي بتكلم فيه، ان التوجه العام لازم تدي للشباب. صح. النهارده هو لازم فوق ال60 عشان نجيبه، هو لازم فوق ال70 عشان، مع احترامي طبعا اكيد فوق ال60 وفوق ال70 مدربين كبار ومدربين كويسين جدا، لكن النهارده لما لا ضروري ده ولا ضروري ده بحجم عصام الحضري لا يمسك. صح. لا ايه المشكله؟ صح. وبعدين برضو عشان تبقى انت حضرتك في الصوره، لما انا بحس ان المدرب بتاعي قريب من السن، على فكره ده حاجه كويسه جدا جدا، وبقى فيه يعني فوجات النظر. هو بس مش قريب من السن، ده انت بتتكلم في الحارس الاعظم في تاريخ مصر يعني، كبير اللي قدامك هو عصام الحضري يعني. النهارده عصام الحضري اقسم بالله جت الكاميرا عليه في المدرجات، انا عندي احساس انه عايز ينزل. أيوة. من كتر حماسه ومن كتر روحه. ما انا بهزار يعني قلت لزمايلي واحنا بنتفرج على المباراه، قلت لهم هو كده فاضل عصام الحضري. ايوه يعني واضح ان عصام الحضري هينزل وهيأدي يعني، بالمناسبه يعني انت لو نزلت عصام الحضري يلعب هيأدي. لا لا النهارده يوم جميل جدا. صح. جميل جدا. لكن انا من طبعي والبطوله في الاخر مش ماتش. مش ماتش. صح. انت عندك ماتش تاني لازم من بكره تحضر له. صح. النهارده الماتش اللي جاي ده ماتش صعب جدا. صح. هنتكلم عليه بتفاصيله. لكن النهارده الفرحه المبالغ فيها انا ما بحبهاش، في الاخر احنا كسبنا هنفرح. احنا كنا يعني كشعب نفرح براحتنا. لكن انا متاكد ان محمد صلاح دلوقتي عامل لهم اجتماع، نتعشى خلاص الموضوع منتهي. صح. لازم نفكر في ماتش. انا مش شايفها فرحه مبالغ فيها، هي فرحه منطقيه وعاديه بس تقف لحد كده. انا معاك الفرحه المبالغ فيها من الشعب عادي جدا، من طبعا. الجمهور عادي جدا. لكن لعيب الكوره انا عاجبني جدا 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 ردود فعل محمد صلاح. ده حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا. الراجل بيكسب حتى فرحته ابتسامه. مش الفرحه لانه عارف حجم كابتنه الفرقه. انا النهارده لازم ان انا اوصل النهائي واخد البطوله، ساعتها افرح واعمل اللي انا عايزه. ودي محمد صلاح استفاد جدا من وجوده مع الصقر احمد حسن طبعا. مع وائل جمعه، مع الحضري، مع ابو تريكه، كل اللعيبه الكبار دي هو حضرهم. صح. فاستفاد من خبراته. اللعيبه دي ما كنا موجودين مع بعض، كان في الماتشات بيبقى احنا كسبانين واحد كسبانين اتنين وعايزين يكملوا. انا نفسي تبقى دي موجوده في المنتخب. النهارده جيب جون واحد واحد، انا على طول بعديه على طول عايز اجيب التاني، عايز اجيب التالت. الاصرار على المكسب، هو دي الحاجات التفاصيل الصغيره دي لو اتعملت هنقدر ان شاء الله باذن الله ناخد البطوله بمنتهى السهوله، لان احنا عندنا الامكانيات بكده. هسالك على واحد تحديدا في مركزك يعني، محمد عبد المنعم، قدرات محمد عبد المنعم احنا كمشاهدين وكجماهير شايفينها قدرات هايله جدا طبعًا. وعظيمه جدا طبعا. والنهارده حتى انا قلت تفصيله وانت قولها لي برضو اكدها لي او صححها لي يعني، ما حدش شرح لها كتير، انه المدافع دايما بينسجم مع المدافع اللي جنبه طبعًا. فلو انت كل مباراه تغير عليك مدافع ممكن يحصل مشكله في الانسجام ده. النهارده محمد عبد المنعم اتغير عليه 3 مدافعين، احمد حجازي وايمن اشرف ومحمود علاء. صح. وقدم نفس المستوى على مدار ال 120 دقيقه يعني. صح. بص في حاجات تفاصيل لازم نتكلم عليها لمحمد عبد المنعم. ايوه. محمد عبد المنعم في ماتش غينيا بيساو والسودان لما لعب انا كنت شاقدر لعيب مبشر وخامه كويسه جدا. مبشر ايوه، بس عنده اخطاء وعنده حاجات عايز يكملها وطبيعي. بص برضه المشاهد يبقى عارف اي مدافع على مستوى العالم عنده اخطاء طبعا، ده طبيعي جدا. النهارده راموس لما كان موجود في ريال مدريد، ميسي في برشلونه عمل حاجات كتير جدا. فان دايك احسن مدافع في العالم، عنده اخطاء ساعات بس قليله يعني. لكن احنا بنمسك الاخطاء بنكبرها وده وارد في الكوره. صح. لكن الخامه مبشره جدا، لعيب صغير في السن، لعيب قوي بدنيا، عارف امتى يضغط، وعنده شخصيه. برافو عليك. هي. ودي من ضمن الحاجات اللي مميزه. لما لعب قدام غينيا بيساو السودان، انا قلت اول اختبار حقيقي ليه ماتش كوت ديفوار، وهو نجح في الاختبار جدا.
لا ده نجح جدا وفي نفس الوقت برضو الراجل بيلعب على الفني بيلعب على هداف الشامبيونز ليج هالر يعني بيلعب على هداف الشامبيونز ليج بالظبط يعني. المدير الفني كمان مديله الثقه كمان هو عنده الشخصيه قويه جدا عنده الهيدرز كويس جدا صح. عنده كمان حاجه مميزه جدا ان هو عنده القلب وعنده الروح انا دايما المدافع دايما الروح دي رقم واحد الاصرار دي ده لازم تبقى رقم اثنين الكوره بتيجي رقم ثلاثة هو عنده الثلاث مواصفات هايله سنه صغير كمان دي مميزة كمان انا كنت لما كان جه التغيير انا قلت محمود علاء ينزل ليه دايما المدافعين لازم يبقى في حد ليدر ورا محمد عبد المنعم سنه صغير كمان لما هيلعب كتير ده هيبقى حاجه اكبر من كده واحسن طبعًا. من كده كمان طبعًا. يعني لما هيلعب يا رب ربنا يبعد عنده الاصابات لما كمان يلعب ماتشات تانية في افريقيا او ماتشات تانية في تصفيات كاس عالم هينضج اكتر صح. خد بالك صح. فدي نقطه مهمه جدا النهارده لما محمود علاء نزل انا انبسطت لان محمود علاء لما نزل نشيد بيه برضو لان لما نزل انت ما حسيتش ان هو كان قاعد احتياطي ايوه هو كان كانه بادئ صح. وعايش الماتش مش قاعد احتياطي ده اول مباراه يشارك فيها في البطوله كلها يعني. بالظبط فهو عايش الماتش ودي دي حاجه تميزه صح. كمان لما يبقى موجود جنبه خد بالك يعني مثلا كنا اوقات بنلعب جنب مدافعين جنب بعض تلاقي المدافع بيتوتر بسرعه تلاقي المدافع غلط غلط اتوتر طول الماتش راح منك خلاص راح منه النهارده عمل فاول الشوط الثاني كان ممكن لا قدر يخش فينا جون لا بعديها على طول ثبات ثبات الانفعالي هايل هايل عنده ثبات الانفعالي النهارده المدافع لما مهاجم يرقصه ممكن طول الماتش يبقى بعيد عن مستواه لكن لا ثبات الانفعالي كويس جدا الشخصيه كويسه جدا القوه موجوده السرعه موجوده العقليه الدماغ وانا بحب المدافعين مش اللي هم دايما بيحبوا يضغطوا على المهاجمين ويخشوا في منطقه يبقى اجريسيف في اللعب بالظبط خليك ذكي خليك ذكي برافو عليك هو عنده النقطه ديت امتى يبقى قوي امتى يهدر يعني بالظبط التهور ده انا ما بحبوش في المدافعين هو عنده الميزه دي وربنا يا رب يبعد عنه الاصابات وهو الماتش اللي جاي هيلعب برضو على مهاجم قوي جدا طبعا. جدا ابو بكر مهاجم ابو بكر طبعا الهداف بتاع البطوله طبعا. ست اهداف بالظبط ابو بكر خد بالك يعني عنده من الحاجات عشان انا متابع عنده في ال 18 بيخطف فانت لازم تقرب منه اعتقد ان شاء الله باذن الله محمد عبد المنعم قادر واي مدافع هيلعب جنبه سواء محمود علاء او ايمن اشرف او ربنا يسهل يا رب حجازي نشوف نطمن عليه لسه ما اعرفش هو هيلعب الماتش اللي جاي ولا لسه بقى جاهز كمان خلاص فالونش الونش برده هتبقى حاجه كبيره جدا اعتقد ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا في الحته الدفاعيه ديت ماشيين بشكل كويس جدا فيها اللي كان كمان مدهش النهارده وفي كل المباريات يعني بصراحه من بطوله عربيه كان مدهش جدا احمد فتوح فتوح النهارده عمل مباراه مش طبيعيه على اشرف حكيمي انا شايف ان يعني انت متخيل بيلعب على اشرف حكيمي المباراه دي واللي قبلها على نيكولاس بيبي اثنين من افضل اللعيبه اللي في العالم وبيلعب عليهم مباراه هو الليدر اللي فيها هو الاقوى هو الافضل يعني فتوح من اللعيبه الكويسه جدا وانا شايفه حاجه هتبقى كبيره جدا في المركز ده انا فاكر كابتن سيد معوض لما كان بيلعب في المكان ده وكابتن محمد عماره ومن بعديه كابتن عبد الشافي كان عندنا مشكله كبيره جدا في مصر كنا نقول مين المهاجم طب هو مين الباك ليفت طب هو ابتدى النهارده انت مطمن صح. ان 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 فتوح موجود في الباك في الباك ليفت النهارده احنا كنا بنقول ان الناحيه الهجوميه بتاعته كويسه لكن الناحيه الدفاعيه مش احسن حاجه الدفاعية. ابتدى الماتش اللي فات والماتش ده الماتش اللي فات كمان بيلعب على بيبي وري باك رايت والهاف بتاعه جامدين جدا صح. النهارده كمان بيلعب على حدادي ولما كمان حكيم وحكيمي اصل حكيمي كان بيلعب جناح ما كانش بيلعب باك ما انا عارف لكن انا حكيمي لا هو باك اصلا بس انت عارف طاير على طول تبقى طيب بالظبط كده طاير حكيمي ان هو طاير على طول وعنده الشخصيه لا انا شايف الناحيه الدفاعيه عنده ما شاء الله ما شاء الله من نجوم البطوله كلها مش من نجوم منتخب مصر بس من نجوم البطوله كلها هو لعيب هايل هادي عادي جدا في اخر الماتش ممكن يلبس كوبري الواحد عادي جدا عنده ثقه في نفسه غير طبيعيه مش شاغل دماغه باللي حواليه شايف ان هو من نجوم البطوله اتمنى يا رب خد بالك برده ورسالتي لازم توصل للعيبه واكيد انا هتابعهم وهكلمهم ان احنا الماتشين اللي جايين ان شاء الله باذن الله يا رب نكسب الكاميرون ونشوف هنقابل مين في النهائي لازم يبقى تركيزك اكتر من قبل كده يعني طول ما انت بتوصل للادوار النهائيه الادوار قبل النهائي كل ما تركيزك ما بيعلى مش معنى كده ان احنا نتكلم على لاعب ونشيد بيه فاللاعب دوت يهبط لا النهارده انت مركز ده حدث كبير النهارده لما تاخد بطوله افريقيا ده حاجه تتحسب لك في السي في بتاعك صح. فاتمنى ان شاء الله باذن الله يبقى فتوح وعبد المنعم وعمر كمال كمان واللعيبه كلها تبقى افضل من ماتش مباراه الكاميرون المفروض نلعبها ازاي
انا معجبني جدا جدا ان مستر كوش ما يلعبش في التشكيل, ما يحطش حاجات مش في وقتها. الفرقه عماله الصف كلها النهارده, لا انا بتكلم النهارده, احنا ظروف صعبه جدا, بدايه نص الملعب النهارده. خد بالك النهارده لما بوجبل اتصاب انا استفزلي الموضوع. يعني انا بحسها كلاعب النهارده لما بوجبل يتصاب انا كلاعب لو انا نايم شويه او عندي روحي قليله شويه, لا ده انا بروح اقوى. صح, خد بالك وده حصل. ابو جبل لما طلع محمد صلاح عمل لتريزيجيه جاب جون, فهنا الاستفزاز الايجابي للعيبه. ده حصل النهارده. شايف ان نص الملعب لو ربنا كرم حمدي فتحي ان شاء الله باذن الله يا رب يرجع بسرعه, نص الملعب ده لازم يتقفل. حمدي, السوليه, النني, النهارده تريزيجيه النهارده شايفه بشكل كويس جدا. حته ان احنا نلعب نفس التكتيك بتاع ماتش كوت ديفوار, ان احنا ما نقابلش من قدام, لازم يبقى تركيزنا من اول دقيقه النهارده. برضو منتخب المغرب احنا كويسين, لكن ساعدنا في بعض من الاوقات على نجاحنا. النهارده انت لازم من اول دقيقه ما تخشش الماتش متاخر. احنا النهارده بدينا الماتش من بعد 20 دقيقه, احنا عايزين نبدا من اول دقيقه لاخر دقيقه. محتاجين ماتش الكاميرون نبدا زون في نص الملعب, محتاجين ان احنا تركيزنا من اول دقيقه لاخر دقيقه, محتاجين ان احنا الهجمات المرتده ما بقاش فيها فرديه. لازم يبقى في جماعيه في الناحيه الهجوميه بالذات. الناحيه الدفاعيه عجبني جدا 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 دور النني, دور السوليه, ان هم بيساعدوا عمر كمال وبيساعدوا ابو فتوح, فدي برده نقطه ايجابيه عايزين نكمل عليها نبني عليها. الماتش اللي جاي هيلعبوا الناحيه الهجوميه كامبي تحت الفرويد وابو بكر, الحته الهجوميه بتاعتهم محتاجه ان احنا الناحيه الدفاعيه عندنا يبقى في انتباه. هدافين البطوله, واحد هدافين البطوله, فدي برضو عندهم الكره العرضيه. النهارده الكره العرضيه عندنا محتاجين نشتغل عليها في التمرين, لان النهارده ابو جبل صد كره النهارده كانت ممكن تطلعنا من البطوله نفسها. اعجازيه, لا اعجازيه. ابو جبل من كمان ما شاء الله. بس اقول لك حقيقه الحق, برضو المنتخب المغربي من اقوى المنتخبات اللي بيشتغل على الكرات الثابته والكرات العرضيه بشكل كويس. عليك. فلو واحده بس هي اللي راحت بصعوبه كده فده بالنسبه لنا كان النهارده ابو جبل فايق. النهارده محمد صبحي يا رب كل الدعم ليه, حارس مميز, حارس كويس. طيب لو قدر الله انا مش خايف من محمد صبحي, يعني الحارس ده عنده شخصيه وحارس مميز. لو تفتكر لعب مع الزمالك مره في مباراه افريقيه, هفتكر كانت مع مين, نزل برده في وقت صعب وادى بشكل كويس, وكمل بعد كده مع منتخب مصر الاولمبي بيادي بشكل رائع جدا, في مع فريقه حاليا فاركو بيادي بشكل رائع جدا. هو عنده شخصيه, عنده الشخصيه, بس حاله اللعيبه في الملعب بتفرق. طبعًا. ممكن تبقى حاله اللعيبه لا قدر الله الديفنس قدامه مش موفق, صح, فهيصد كوره كورتين يخش فيه ثالثه. لكن حاله اللعيبه كلها اجمالي انت بتساعد حارس المرمى ان هو يبقى مميز. لو جات له كوره كورتين مفيش مشكله. صح. لكن انا واثق في محمد صبحي. مباراه جرانيسيون السنغالي افتكرتها, محمد صبحي كويس جدا جدا. لكن انا شايف ان شاء الله باذن الله الماتش صعب جدا. النهارده احنا كسبنا التحكيم كمان, يا النهارده التحكيم سيء. انا عايز اقول للعيبه واقول للجهاز الفني كله, خدوا بالكم من تحكيم الماتش الجاي. يعني دايما لازم يبقى في ثبات انفعالي. النهارده بعض اللعيبه راحت تتعصب على الحكم جامد. الماتش اللي جاي انا عارف الحكم هيبقى من أسوأ الحكام اللي هتقابلنا في البطوله او عموما في البطولات اللي فاتت. النهارده الكاميرون على ملعبها سامو الايتو ليه دور كبير جدا. بس انت عايز تقول لي انه اللعيبه ما تتوترش. لا ما تتوترش عشان ما لا قدر الله. انا كنت خايف النهارده من الكروت بصراحه. لا لا احنا متوترين جدا فبخاف من الكروت. برافو عليك. احنا عندنا خد بالك منتخب الكاميرون لاعب ملاوي, لاعب جزر القمر, لاعب جابون, لاعب جامبيا, ما لعبش مع منتخب كبير. فدي حاجه كويسه لينا. احنا لعبنا ماتش كوت ديفوار, ماتش المغرب, فاحنا عايشين وعارفين. منتخب الكاميرون اعتقد ان شاء الله باذن الله يا رب يبقى كلامي يبقى صح, هيخاف من منتخب مصر. صح. وهيقلق منتخب مصر. صح. لكن الجمهور هيبقى ضدنا. التحكيم دايما احنا كنا لعيبه بنيجي نقعد نتكلم. في افريقيا التحكيم مش احسن حاجه. يعني ممكن 1 في المليون لو لقيت حكم ما بيخافش من الجمهور. دايما التحكيم حتى ما احنا ما كنا بنيجي نلعب في افريقيا في اي مكان, الجمهور لما بيبقى مالي الاستاد الحكم بيبقى قلقان. فانا مش عايز اللعيبه يبقى عندها ثبات انفعالي اكتر من كده, اكتر. صح. من النهارده. صح. التحكيم هيبقى ضدنا. صح. اعمل اللي عليك, العب بروح. طب اسالك سؤال, كوره بقى وانت رجلك في الملعب, تمام, منتخب يتقلي عليه بدنيا المباراه اللي جايه؟ هنتكلم في 240 دقيقه طبعا على التوالي. 120 طبعا. النهارده انا كنت حاطط ايدي على قلبي على السوليه, من ضمن اللعيبه الكويسه جدا اللي الناس مش واخده بالها منه انه بيعمل مجهود كبير جدا. والنني عمل مجهود. والنني انا شفت النني جري مش طبيعي في المباراتين. النص الملعب عندنا
في وجود حمدي فتحي بحيث ان احنا قافلين الحته اللي قدام السرد باكين. صح. فدي نقطه مهمه جدا، يا رب يرجع حمدي فتحي. نص ملعب عندنا عليه دور كبير جدا في ماتش الكاميرون، المدافعين نفس القصه. لكن انا ليه عشان انا عارف افريقيا، انا ليه بتكلم على التحكيم؟ ماتش صعب جدا تحكيميا، فانا مش عايز اللعيبه تنساق ورا التحكيم. صح. عندنا كابتن فريق محمد صلاح النهارده قايم بدور كبير جدا. صح. هو اللي بيروح يتكلم على الحكم. أيوة. انا مش عايز اللعيبه كلها تروح على الحكم. انت فاهم وجهه نظري؟ صح. خلي كابتن الفرقه هو اللي يجيب حق الفريق. لكن انت كلعيبه، هو الحكم برضه هيفكر ألف مره يوم ما هيرفع كارت قدام. طبعا النهارده محمد صلاح ده حاجه كبيره جدا، العالم كله هيشوف الحكم وبيرفع كارت، حاجه كبيره طبعا. برافو عليك، فدي حاجه كبيره جدا. فالنهارده ألف مرة لازم اللعيبه من دلوقتي تبقى عارفه هي هتقابل ماتش صعب جدا. صح. سواء فنيا، سواء تحكيميا، سواء كل حاجه هتبقى ضدك. ماتش ده عايز اسود في الملعب. ماتش كوتيفوار، ماتش المغرب، شوف القوه البدنيه عندنا كويسه جدا، لازم تبقى ضعف في ماتش الكاميرون. لكن صحيح. انا ان شاء الله باذن الله مش هيبقى فيه اجهاد، شايف ان الدنيا تبقى كويسه ان شاء الله باذن الله. والله شرفت ونورت حبيبي يا كيمو، ربنا يخليك. تسلم لي يا كيمو. عارف الحوار خليك. بنفس حماس لعبك في الملعب. لا والله يعني نفس الحماس ما شاء الله عليك. حبيبي ربنا يخليك، دايما تنورنا، دايما تشرفنا، ودايما نسمع عنك كل ربنا خير. ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا، ومليون مبروك النهارده. شكرا، مبروك علينا كلنا. شكرا. طيب نكمل كلام عن منتخبنا الوطني وأداؤه الرائع النهاردة أمام المنتخب المغربي مع الأصدقاء الأعزاء المحللين الرائعين محمود أبو الركا ومحمود دياب بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. نصيحة ليا، خليك ورا منتخب مصر، ما تشجعش لعيب بعينه، تشجعش فريق بعينه، احنا منتخب مصر، عشان المنتخب يكسب خليكوا ورا المنتخب، شجعوا المنتخب، خلوا فيه جمهور تاني للمنتخب زي زمان. مفيش حد اهم من المنتخب، لا انا ولا غيري ولا اي نادي اصلا مهم اهم من المنتخب. عايز المنتخب يكسب، الناس كلها تبقى مع بعض. انتقادات بالجملة تعرض لها محمد صلاح نجم المنتخب المصري وثالث أفضل لاعب في العالم من قبل الجماهير بحجة تباين أدائه مع الفراعنة بعكس ما يقدمه مع ليفربول الإنجليزي. انتقادات لم يتوقف عندها كثيراً محمد صلاح الذي اكتسب من الخبرات ما يمكنه من عبور تلك المواقف، وهو ما حدث بالفعل خلال مباراتي كوت ديفوار والمغرب في كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون. ففي المباراة الأولى أمام كوت ديفوار نجح محمد صلاح في تحرير لاعبي مصر من الضغوط الجماهيرية، ووجه رسالة للجماهير مفادها التفوا حول المنتخب من أجل عودة البطولات، وهي الرسالة التي كان لها مفعول السحر على اللاعبين الذين تألقوا خلال مواجهة ثمن النهائي وأطاحوا بالأفيال الإيفوارية. ثم عاد صلاح خلال مواجهة المغرب وقاد الفراعنة للتأهل إلى المربع الذهبي لأول مرة منذ 2017 عن طريق تسجيل الهدف الأول وصناعة الهدف الثاني، علاوة على تسببه في إزعاج الدفاع المغربي طوال أحداث اللقاء. صلاح الذي يصول ويجول في الملاعب الأوروبية ويضرب الأرقام القياسية رقماً تلو الآخر، يبحث عن تحقيق إنجاز مع منتخب بلاده للوصول إلى حلمه بالحصول على جائزة الأفضل في العالم.
وهو ما يقترب منه بالفعل المحترف الأفضل في تاريخ الكرة المصرية بعدما بات يفصل الفراعنة عن اللقب الثامن في تاريخهم مبارتين فقط. فهل ينجح مو صلاح في تسطير اسمه في سجل قادة المنتخب الذين رفعوا كأس الأميرة الإفريقية؟ والفرحة مستمرة، والكلام عن منتخب مصر مش هيتوقف إن شاء الله لحد نهاية البطولة، لحد ما محمد صلاح يشيل الكاس إن شاء الله. شرفني وينورني في هذه الفقرة اثنين من الأصدقاء الأعزاء، واستمتع دايما بوجودهم معنا، وأكيد حضراتكم كمان بتستمتعوا بيهم. صديقي العزيز محمود أبو الركبة، محمود مشرف ومنور، فرحان إن أنت معايا هنا لأول مرة. مساء الخير يا كريم، وسعيد جدا جدا بوجودي في التلفزيون المصري ووجودي في برنامجك الجميل جدا. ما شاء الله يعني بداية جميلة وموفقة دايما إن شاء الله مستمرة، وفي نفس الوقت التلفزيون المصري دايما المكان اللي الواحد بينتمي ليه بيبقى فرحان فيه طبعا. وايضا الصديق العزيز المميز دوم محمود ضياء، محمود مشرف ومنور. ربنا يخليك كريم، بنورك. ايه اخبارك؟ ايه زي الفل، كله بخير الحمد لله. محمود الفرحه النهارده كانت حلوه قوي. بفضل الله طبعا، قوي طبعا. الاداء كان حلو، تفصيلا اداء المنتخب، لاعبين وجهاز فني، كل حاجه تقترب من المثاليه. بص يعني بكل صراحه مفيش فخر اكتر من ان لعيب يلعب لمنتخب بلده. صح. ومفيش فخر من ان مدرب يدرب منتخب بلد كامله ويقودها. صح. ومفيش فخر ان معلق او اعلامي او مذيع او صحفي يكتب حاجه خاصه بفرحه فوز على منتخب بلد. صحيح الفرحه حلوه والفوز حلو، لكن احنا تعرضنا لاختبارات كثيره جدا في الثبات الانفعالي. في حاجات كنا فيها ممتازين واكثر من ممتازين. صح. على مدار بقى النقاش هنسترسل في الموضوع ده، وفي حاجات تانية فلوبس صغيره كده محتاجين ان احنا نعلم عليها بالقلم اللاينر وناخد بالنا في اللي جاي. اللي هو مش زعلانين منها، بس بنقول ان ناخد حذرنا منها عشان لا قدر الله ما تعملناش اي مشكله. بالزبط. بعد كده بالظبط. ده في المجمل رايك يا محمود النهارده؟ مباراه عظيمه منتخب مصر، يمكن بدايه مقلقه شويه، بدايه من تشكيل دخول ايمن اشرف مكان حمدي، مكان جديد عليه، اتجرب في كاس العرب قبل كده بس ما كانش على قد المنتظر. كان في ماتش الجزائر وقدم اداء كويس جدا في كاس العرب في مباراه الجزائر لحد ما اتصاب وخرج من المباراه. اعتقد النهارده برضو باستثناء الخطا الكبير اللي عمله في ضربه الجزاء قدم كويس ولا ما قدمش كويس؟ في راينا كان ايمن عنده اكتر من كده، لكن مش اقدر الومه قوي لان هو مش في مكان اللي هو معتاد عليه. يعني الشوط الاول هو بيلعب في مكان مش معتاد عليه، حتى لو تبص في اغلب اللقطات اللي بيظهر فيها ايمن اشرف بيتطرف اكتر، هو لاعب وسط شمال لكنه بيتطرف اكتر يروح ان هو باك. تصرفاته او وعيه بمكانه مش موجود، وده منطقي. مش حاجة دايما التاكلينج اول قرار بالنسبه لي. بالظبط، ودي حاجه اعتقد انا محتاج اخد بالي منها، في فرق بين يعني القوه والتهور. بالظبط. بالظبط جدا. فدي حاجه مطلوبه من ايمن اشرف. ايمن اشرف لاعب كبير ولاعب خبره، مش هقدر الومه على الشوط الاولاني، بعد كده الشوط الثاني لما رجع في مكانه قدم مباراه مميزه جدا. صح. طيب النهارده ابدا معاك من التشكيل وطريقه اللعب والتعامل مع المنتخب المغربي من الدقيقه الاولى، كان عامل ازاي من وجهه انا؟ بالنسبه لي هاخد من كلام محمود وهبدا ابني على فكره ايمن اشرف، لان هي دي كانت التريك او اللقطه اللي في التشكيل. ان هو نص ملعب ثالث، والحقيقه خطوه موفقه جدا. انا مختلف مع الناس اللي بتقول انه ده مش مكانه او انه مش وظيفته، بالعكس ايمن لعيب فليكسبل جدا، لعيب بيلعب برجل الشمال وعنده مهاره الخروج بالكره، بيقدر يطلع في البيلد اب كويس جدا، عنده قدره على الكفرنج، بيواجه واحد من اسرع لعيبه العالم اشرف حكيمي، ولعيب صعب جدا جدا انك تسيطر عليه خاصه في الدقائق الاولى من المباراه. الناس اللي بتتكلم ان طبعا فتوح كمان عمل مباراه عظيمه على الطرف الاخر في الشوط الثاني، لكن فشتان الفارق ما بين تواجه اشرف حكيمي في البيك بتاعه في اول طاقه لسه في كامل مستوياتها في اول 50 دقيقه من المباراه، اول 60 دقيقه من المباراه، وفي اخر اللحظات الاخيره في الاكسترا تايم عشان تقدر تلعب عليه. فايمن صحيح ما كانش موفق في ضربه الجزاء، لكن كان موفق جدا في التصويبه اللي حطها على المرمى، كان موفق جدا في تغطيه نص الملعب، كان موفق جدا الكرة. انا اعتقد ايمن اشرف بدوره، انا على فكره بتفق معاك انه ايمن اشرف اجاد بالمناسبه يعني، بس انا شايف انه دوره في استعاده الكوره كان دور رائع جدا، وده سبب من الاسباب اللي كان موجود النهارده. دوره عشان يغطي على اشرف حكيمي ويساند الفتوح ولعب مع لاعب وسط الملعب كان دور جيد جدا، حتى لما رجع كسنتر باك قدم اداء كويس جدا باستثناء طبعا الانذار اللي خده واللي كان سبب في خروجه من المباراه مع التوتر. فانا بتفق معاك في القصه بتاعت ايمن اشرف. كمان انا عندي فكره واضحه جدا جدا عن طريقه البناء بتاعت كارلوس كروش. اي مدرب في الدنيا يا كريم تقدر تقيمه. احنا ليه اتصدمنا في اول مباراه من النيجيري؟ اتصدمنا صدمه كبيره جدا لانه احنا ما لعبناش لعبنا ولا قدمنا طريقتنا. احنا اتصدمنا لانه ولا طريقه كروش نفسها، ولا طريقه كروش. برافو عليك. عارفين ان كروش بيعمل احسن من كده بكتير وبيبني احسن من كده بكتير والطريقه بتبقى احسن من كده كتير، فاتصدمنا في كل حاجه. في ثلاث حاجات تقدر تقيم المدير الفني عليهم. اي مدير فني في العالم تقدر تعمل بنش مارك زي اي بنش مارك او معادله تقييم بتتعمل لاي سلعه او اي منتج في الدنيا. رقم واحد
طريقة بناء اللعب، رقم 2 طريقة تغييره في التشكيل بتاعه، رقم 3 طريقة دفاعه واستخدام الكي بلايرز اللي عنده، انه ازاي يقدر يستخدمهم يفضلهم المساحات او يقدر يلعب عليهم. فلما جينا على المباراة الاولى نعمل ده على البنش مارك خدنا درجة وحشة جدا جدا، لانه فاجئ اللعيبة ذات نفسهم، ودي وده خطأ فيتال ميستيك في كرة القدم لا يمكن تداركه أثناء المباراة. فأنت بعد كده قدرت خلاص حطيت الأمور في مكانها وامتصيت ده وقدرت أنك ترجع في الجيم. المباراة أصلا في تسييرها فكرة أنك تحط نمط معين لوقت ريتنشن للكرة. يعني إيه وقت ريتنشن للكرة؟ وقت معين بتستغرقه على ما اللعيبة اللي بتبني الهجمة بتاعتك تخرج. والكلام الدور كان واضح جدا جدا على محمد النني، اللي أنا كنت شايف الحقيقة أنه من افضل المرات اللي محمد النني بيلعب فيها كره قدم مع منتخب مصر. والحقيقه كريم انا انت عارف انا دايما جريء شويه في الافكار. محمد النني تقريبا كان بيعاني من معضله دايما نفس الفتره اللي كان فيها ابو تريكه واحمد حسن في النادي الاهلي. اسوا فتره لابو تريكه في النادي الاهلي في وجوده مع النادي الاهلي كان دايما في وجود احمد حسن كصانع العاب. في دوره كصانع العاب الملعب ما يستحملش اثنين بيختموا على الكره. فكان فتره تلاقي ابو تريكه بيتغير كتير وبيخرج كتير فدي كانت فتره بنتكلم عليها. نفس القصة لما تحط اثنين دسترويرز في نص الملعب، النني طارق حامد او النني ومعاه مهام اخرى بنص خط وسط مدافع، بتحصل مشكلة كبيرة جدا، الادوار بتبقى متداخلة. لكن تحط النني لوحده سنتر ميدفيلدر على الدايرة، دي فكرة جميلة. تحط النني لعيب مع السلية يتنوع في الادوار، يبقى معاه واحد زي ايمن اشرف بيريحهم شوية في الريكفري ويديهم وقت الريتنشن، تبقى فكرة جميلة. فكرة ان عندك لعيب بيديك 120% من مجهوده طوال المباراة دي كانت حاجة جميله جدا. ففكره كروش هنتمرس فيها في اثناء الحديث يعني. عظيم جدا. النهارده كمان يا محمود هبدا بمحمد صلاح واسيبك تكمل على الشكل الفني والتكتيكي لكروش النهارده. محمد صلاح النهارده عمل مباراه كل مبارياته تاريخيه وكل مبارياته مهمه، يعني وجود محمد صلاح في حد ذاته تاريخي. طبعا بيبقى ساعات مش موفق في مباراه، ده وارد جدا زي اي لاعب في الكون يعني حتى ميسي وكريستيانو، بس النهارده هي فعلا مباراه تاريخيه لمحمد صلاح تفصيلا فنيا هجوميا دفاعيا على مستوى الروح والحماس كل شيء. النهارده محمد صلاح عمل مباراه تاريخيه. بص يا كريم، بعيدا عن صلاح صنع جون، جاب الجون الاول وصنع الجون الثاني بتاع المكسب، اركن ده على جنب. بص حتى ارقام هتلاقي ارقام عاديه، سيب بقى كل ده على جنب. بص صلاح في الملعب بيعمل ايه، بص صلاح في الشوط الثاني هو بيجمع اللعيبه وبيروح لواحد واحد فيهم لما الكره تيجي هاتها، بيشاور لهم فيهم ازاي يفكر وازاي يتحرك. ده صار الشوط الثاني بيقول يا جماعه من الاخر الماتش ده بتاعي. أيوة. انا اللي هروح هات الكوره. حلوه الجمله دي قوي يا محمود، معلش انا اقف عندها. انا معلش الماتش ده بتاعي، انا حسيت كده بالظبط. اصل انت انا حسيت كده ان محمد صلاح مش هيخرج من الماتش ده كسبان، ده ماتش بتاعي بالظبط. صلاح بيروح بيحاول يرقص واحد والتاني، لما حواليه اثنين وثلاثه واربعه ياخد اوت، ياخد ضربه ركنيه. ما كانش في الاول عارف يرقص لحد ما قدر يراوغ. بالمناسبه هي واحده من المراوغات اللي صنعت الهدف، هو ما راوغش، هو مجرد بس ان هو موه ان هو هيرقص وراح وعمل انفراد زي ما احنا بنشوفه دايما في الدوري الانجليزي. الوقت كمان بتاع الاسيست، وقت خروج الكره من رجل محمد صلاح ده وقت لاعب عظيم. طبعا يعني طبعا مش محتاجين نشيل طبعا مش احنا خرجنا من القاعده هنتكلم هنا ان صلاح بيتكلم. بس الاسيست الاكشن بتاع الاسيست ده لخبط المدافعين وياسين بونو ولخبط كل الناس. صلاح وهو بيدافع، صلاح وهو بيرجع لمناطق قريبه قوي قوي من جوه منتخب مصر عشان يقدم دور دفاعي. صلاح وهو بيهاجم هو بيستلم الكره عشان ياخد الكره على واحد واثنين وثلاثه واوقات اربعه كمان، ما بتخسرهاش، يا اما بياخد منها فاول او بياخد منها ضربه ركنيه او اوت او اي شيء. فبنتكلم هنا عن صلاح، اركن ارقامه اركن الجون اركن الاساس اركن كل ده، احنا بنتكلم في لاعب النهارده قائد. الكلام على ان محمد صلاح بيأدي في دور اقل مع منتخب مصر من بيقدمه مع ليفربول، خلينا نبص ان احنا بعيدا عن ده ما بيحصلش في رايي، ولكن في ليفربول لما يكون في منافس قدام ليفربول فهو عارف ان صلاح مع ارنولد ومع ماني ومع مش عارف ايه، لكن في منتخب مصر دايما العين الاولى على صلاح، مش انتقاص من قدر اي لاعب في منتخب مصر خالص، ولكن المنافس دايما بيركز في القدر الاول على محمد صلاح. فصلاح يا اما بيفتح مساحه للي حواليه او ياخد مان معاه فحد غيره بيفضل مساحه، وصلاح النهارده بيقود منتخب مصر حرفيا في الملعب، مش بس بشاره كابتنه او بكلام في مؤتمر صحفي اللي هو كنا كلنا متفقين معاه. لا صلاح النهارده قائد بالمعنى الحرفي، انا الماتش ده بتاعي وانا اللي هكسب منتخب مصر وانا اللي هروح بيه نص النهائي. وده حصل النهارده وباذن الله خطوتين كمان ونفرح كلنا. عظمه جدا. لسه مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع جدا مع محمود ابو ركب ومحمود ضياء. بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله. اهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب محمود،
ايه اللي عجبك النهارده على المستوى الفردي والمستوى الجماعي لمنتخب مصر؟ يعني مين اللاعبين اللي انت شفتهم ادوا بشكل فردي رائع جدا وحابب انك تسلط الضوء عليهم، والشكل الجماعي كمان لمنتخب مصر وكيفيه التعامل مع نقاط قوه المنتخب المغربي اللي هي كتير، يعني بتتكلم في مفاتيح لعب كتير قوي ونقاط قوه بالجمله في المنتخب المغربي احنا تعاملنا معاها معظم الوقت النهارده. بص يعني لو انا كتبت ورقه وقلم قلت لك تسالني السؤال ده هبقى مبسوط قوي الحقيقه، انت جات من عندك يعني بدون اي تنسيق. طيب الذكر دائما وابدا الكابتن محسن صالح ربنا يديله الصحه طول العمر. بيقول لك ان اكبر عدو واكبر غريم انت ما تتمناش تواجهه سوء الحظ والتوفيق. فتقدر تهزم المنافس، تقدر تهزم الـ 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 حتى في بعض الاحيان لو حسيت حيز الحكام، تقدر تهزم الظروف، الجو، الجماهير، تقدر تتحدى كل ده. لكن سوء الحظ ما فيش منه، ما فيش منه دواء. صحيح. فكره ان انت بقى عندك فريق قابل للانضغاط، انك في اول خمس دقائق في الجيم تعمل ضرب جزاء ايرور، عارف انت عارف الجليتش، ايوه حصل جليتش، كل اللي انت بتحلم ترتبه في المباراه بيبوظ. فكره ان انا حاطط ايمن اشرف في نص الملعب عشان يامننا نعدي اول 40 دقيقه ما يجيش فينا اهداف ونبقى احنا الليد على منتخب المغرب ويبقى احنا دايما اللي عندنا ايمن هو اللي يعمل ضربه الجزاء، فايمن اللي انت حاطه واللي انت مراهن عليه هو اللي يعمل لك ضربه الجزاء. مش بس كده كمان، ده انت بيبدا يحصل عندك حاجات قدريه زي اصابه احمد حجازي، واحد من اهم اللعيبه سنتر باكس اللي انت اصلا بتعتمد عليه في الخروج بالكوره، الكرات الطويله كلها بتاعت حجازي قدم اليسرى، الكرات البينيه الارضيه كلها بتاعت حجازي بالقدم اليمنى، كل العاب الهوا انت بتعتمد على حجازي، لان منعم على قد ما هو واحد من افضل اللاعبين طبعا احنا هنتكلم عليه في البطوله، لكن سبحان الله كل ده بيبوظ وانت بتضطر انك تغير. مش عايز استبق الاحداث، لكن جت في بالي دلوقتي واقعه مع محمد صبحي حارس المرمى بتاع منتخب مصر. واحنا في اخر مباراه لنادي بتروجيت في الدوري الممتاز والاتحاد السكندري، كنت انا بعلق المباراه لاذاعه شباب والرياضه، بعلق من الملعب، وكان معايا احمد المصري زميلنا صديقنا العزيز المراسل، واحنا راجعين من المباراه ركب معنا صبحي. قبل المباراه دي تقريبا الكابتن علي لطفي حصل حاله وفاه وما لعبش المباراه، هما بيسخنوا، فهو كان واقف، انا خدت منه التشكيل وبتكلم معاه قبل المباراه، فقال لي ايه كره القدم دائما ما تعطيك فرصه للعوده اللي انت بتقولها دي، فانا بهزر معاه قلت له، قال لي انت الكلمه دي بتقولها على طول وانت بتعلق، فبقول له يعني يمكن يحصل حاجه الكره تديك فرصه، قال لي ما انا النهارده مش هلعب، ما بخملناش الكلمه ثلاث دقائق وراحوا ندهوا عليه ان هو لا يلعب المباراه، وعمل مباراه العمر، عمل مباراه جميله جدا، واحنا راجعين ركبنا العربيه مع بعض ومروحين، فوصلته حد البيت قال لي شكرا يا كابتن انت كده وصلتني، قلت له تصبح على خير وربنا يوفقك ان شاء الله اشوفك في منتخب مصر في كاس العالم او في كاس افريقيا، قال لي يا كابتن قول نهائي كاس مصر. فالنهارده مع الزمن فالنهارده فالنهارده سبحان الله يعني وهو بيغير كره القدم اديته فرصه، في كره القدم دائما ما تعطيك فرصه للعوده سبحان الله، تبقى بعيد خالص محمد عبد المنعم بتمشي من النادي الاهلي لان انت ترتيبك رقم اربعه في مساكين النادي الاهلي بدون ذكر اسامي، انت الرقم اربعه فيهم مش تقدر تلعب، فسبحان الله من الباب الكبير تقدم واحده من اقوى واجمل بطولات تقريبا سنتر باك بدون اخطاء. صح. ما شاء الله تبارك الله، يعني تفضل الامور ماشيه على كده ربنا يحفظه. طيب النهارده عمل مباراه كبيره برضو، وانا عايزك تكلمني كمان على ارقام المباراه بشكل عام، بس لازم يعني اعلم عليه علامه صحه كبيره جدا، فتوح. طبعا فتوح النهارده عمل مباراه انا مش مصدق نفسي انه بيلعب قدام اشرف حكيمي بهذه الثقه، قبل ما اكلمك على المهارات والتدخلات والكلام ده كله، الثقه يعني انا لما بلعب قدام اشرف حكيمي افضل ظهير ايمن في العالم، ظهير ايمن باريس سان جيرمان، هبقى قلقان ومتوتر وخايف وهيعدي مني في ألف كوره. النهارده فتوح كان بيلعب قدام اشرف حكيمي وكانه هو اشرف حكيمي. بص يا كريم، انا بالنسبه لاي لاعب في منتخب مصر النهارده هو قدم مباراه كبيره. صح. وقدم شخصيه كبيره، لان احنا مش بس احنا داخلين المباراه قدام منتخب المغرب، طبعا احنا داخلين ندي بند كل منتخب ليه نقط قوه، انت بتتاخر في الدقيقه خمسه وعندك سلسله من الغيابات تقدر تعدها الى ما لا نهايه، انت عندك خط دفاع كامل بيتصاب بحارسين مرمى، انت داخل بادئ البطوله دي محمد الشناوي، احمد حجازي، محمود حمدي الونش، اكرم توفيق، احمد فتوح. صح. دول لاعبين، واحمد فتوح اللي هو اصلا اتصاب ورجع، برافو عليك، الباقي كله مش موجود، برافو عليك، حجازي بيتصاب من الشوطين. بعد كده الشناوي، زي ما احنا بنبص كده في ارقام المباراه هتلاقي في التسديدات منتخب المغرب كان بيشوط اكبر، ولكن في شوط كتير كان سواء بلوك شوط او بشوط من بره الثلاث خشبات، منتخب مصر كان فرق تسديده واحده بس بالزبط. كمان الاون تارجت لينا، اون تارجت منتخب مصر سدد اكبر خمسه مقابل اربعه، الركنيات سته مقابل ثلاثه، وهنقف عند الركنيات دي شويه. حلو. استغلالنا للضربات الركنيه، ايوه
يعني يبقى احنا استغلناها مرتين في البطوله في المرتين قدرنا نسجل منها. برافو عليك. لكن بعيدا عن كده ما بتوصلش بعيده. أيوة. دي حاجه اعتقد ان احنا لو قدرنا نستغلها هتبقى مهمه جدا جدا لمنتخب مصر. كرات ثابته كتير سواء فاولات او ركنيات ما بنستغلهمش للاستغلال. انت بتفك الماتش يعني ماتش السودان انت كنت مضغوط فكيته براسي عبد المنعم. النهارده المغرب متقدم عليك بتفك الموضوع براسيه ثانيه لعبد المنعم بيكملها محمد صلاح. بمناسبه راسيتين محمد عبد المنعم دي اكيد مش صدفه يعني طبعاً. ده اكيد شغل فني وتكتيكي في الضربات الركنيه عشان توصل الكره لمحمد عبد المنعم في وضع هو فاضي فيه بالظبط يعني طبعا عشان بس نفهم الناس انه في تحركات للعيبه وفي شغل فني بيحصل في الركنيات بتخلي الكره توصل لمحمد عبد المنعم المره الثانيه. ده اللي بيحصل مع راموس لما كان بيلعب في ريال مدريد او مع باريس. ده اللي بيحصل مع فان دايك في ليفربول. بيحصل مع اي مدافع في العالم ان الفرقه كلها بتشتغل معاه في كره السله. ده شغل مدير فني طبعا ما فيش اي كلام على الكلام ده ما فيش اي خلاف على الكلام ده. انا في رايي ان احنا يعني الكورنر اللي لعبه عم الاول عبد المنعم ماتش السودان كان عبد الله السعيد ده كان عمر مرموش. فواضح ان الموضوع لما بنستغله بشكل كويس بنوصل. فدي حاجه محتاجين نشتغل عليها بشكل اكبر صح. لان في اوقات كتيره الركنيات مش بس اقول لك انها بتوصل لحد وما بيقدرش ان هو يترجمها لا هي ما بتوصلش للاعب خالص بتروح الناحيه الثانيه غالبا. فدي حاجه نقطه مهمه قوي محتاجين نقف عليها. محمد عبد المنعم مباراه مميزه جدا 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 لمحمد عبد المنعم بيستمر فيها في مستوى قوي. احنا بنتكلم في لاعب كان قاعد على الدكه مش هقول لك بقى في سيابك مش هيك كاس العرب هو بادئ من على الدكه بينزل ماتش نيجيريا باك مش في مكانه بيلعب قدام موسى سايمون بيعمل على ماتش كبير. سايمون عمل على محمد عبد المنعم ماتش كبير فكل بدا يخش الشكوك شويه بينزل مكان الونش. الماتش الثاني بيقدم مباراه كويسه الثالثه قصاد كوتيفوار قصاد المغرب بيقدم مباراه مميزه جدا جدا جدا. ففي رايي ان محمد عبد المنعم النهارده كمان الاهلي اعلن رسميا استعادته من فيوتشر. مباراه مميزه جدا لعبد المنعم وبطوله مميزه ولاده فعلا لنجم كبير. احنا كنا بنتكلم عن الكلام ده بالمناسبه بعد ماتش نيجيريا. اقول لك حاجه على محمد عبد المنعم واسمها معايا محمود وانت قولي لي رايكم ايه. انا كنت لسه بقولها مع الكابتن احمد ديودار دلوقتي ان انت عندك سنتر باك لما بيتغير عليه سنتر باك اللي جنبه المباراه اللي بعدها بيحصل خلل في الدفاع. النهارده محمد عبد المنعم بيتغير عليه ثلاث مدافعين حجازي ايمن اشرف محمود علاء وهو ثابت المستوى لما يتغير ما حصلش اي مشكله. طبعا اي ثنائيه دايما يا كابتن بيبقى فيها اثنين واحد مخ واحد عضلات واحد الاثنين كلهم بيكملوا بعض. انا بعرف لما انا موجود جنب مدافع تاني لفتره طويله عارف امتى هتقدم وامتى هرجع انا امتى هو هيشيلني لما انا اتحرك في الحته الفلانيه. كمان الباك اللي جنبي الموضوع بس ما بقاش مدافع جنبك الباك اللي طلب على الطرف معاه صح. عارف هو بيعمل معاك ايه المسافه اللي بينكم هتقللوها ازاي هو نفسه بيتغير يمين وشمال بالظبط يعني الراجل لعب في كل ما بين قلبين دفاعين وشمال لعب كمان كباك ففي رايي لا عبد المنعم بيقدم بطوله مميزه جدا جدا ليه ولاده نجم فعلا. كنا اتكلمنا هنا بماتش نيجيريا على ان محمد عبد المنعم لسه صغير والمفروض نتخطى قصه ان حد صغير لسه جاي صح. ولكن عبد المنعم احنا قلنا ان هو ما بياخدش فرصه في الاهلي ولكنه قدر ان هو يكون موجود. انا معايا دقيقه واحده وعايز اعرف المفروض نتعامل ازاي مع مرات الكاميرون. اول حاجه لازم يعني ان شاء الله نعرف بس نستعيد مين. تاني حاجه احنا لسه ما فزناش باي حاجه صح في منتهى الاهميه. ان مباراه المغرب دي احسن مباراه احنا لعبناها في البطوله امام منتخب ارثه والفوتبول هيريتج بتاعته كبيره جدا في كره القدم. لازم نتاكد انه عشان توصل لابعد مدى تكون طموحاتك في السماء وعقلك جنب رجلك تحت على الارض. فدي اهم حاجه احنا نعتمد عليها. اتمنى لهم كل التوفيق في استعاده كل الاصابات في استعاده الاكيوميوليتيف ستامينا زي ما بتحصل فورمه فنيه متراكمه زي ما بيحصل مجهود بدني متراكم مع عدد دقائق 120 دقيقه احنا لعبناها كتير. فنتمنى ان احنا نقدر نعمل الريكفري ده والجود بالمجهود. وحاجه اخيره للجمهور المصري لو لا قدر الله ان شاء الله ما يحصل ما حصلش نصيب وما قدرناش نفوز على الكاميرون اللي هي صاحب الارض والجمهور احنا هنخرج واحنا مرفوعين الراس وبارض صلبه جدا. لو ربنا قررنا ورحنا ارجو ان احنا ما نبالغش باي حاجه لان كلنا عندنا هدف كاس العالم وعندنا هدف استقرار جهاز فني منتخب مصر وعندنا هدف البناء على جيل جديد للكره المصريه احنا محتاجين نطلعه. هي كوره هي كوره ورياضه اكيد احلامنا وامنياتنا وامكانياتنا تخلينا نكسب الكاميرون ان شاء الله بس كل حاجه وارده. ما بعد هذه المباراه نتكلم بالعقلانيه سواء كسبنا او ان شاء الله ما هيحصلش الباقي ده باذن الله. محمود شرفت ونورت ربنا يخليك حبيبي دايما بتشرفنا محمود ضياء. محمود ابو ركب انا بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا. انا اللي بشكرك على الدعوه الكريمه شكرا حبيبي جزيلا. حبيبي يا محمود يا رب دايما فرحنا يا رب دايما في العلالي يا رب دايما منتخب مصر فوق يا رب دايما ابطال افريقيا يا رب دايما اهم منتخب في القاره الافريقيه يا رب دايما عندنا احسن لاعبين في العالم زي ما كيروش قال من قبل ما نسافر هذه البطوله. انا كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي معايا افضل لاعبين في العالم انا شايفهم افضل لاعبين في العالم حتى لو كريستيانو زعل مني بس دول افضل لاعبين في العالم هم في نظرنا برضو افضل لاعبين في العالم وان شاء الله ربنا يكرمهم لعيبه رجاله وجهاز فني محترم. اشوفكم يا رب على الف. جول 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 جميل وهدف مصر.
الاهلي رائع رائع رائع. نصيحتي للناس خليكم ورا المنتخب، شجعوا المنتخب، خلوا في جمهور تاني للمنتخب زي زمان. بصوا شوف المنتخب المصري، ادي امامنا رجاله مصر، ادي همه الرجاله اللي بتاعتي دايما. شوف حضراتكم، شوف الاسم، شوف الاسم يرهب اي الحارس.